يوم هادي ونادي عليكم كلكم ان شاء الله. بدايه اسبوع بنستفتح اسبوع جديد ان شاء الله، برضو يبقى اسبوع هادي ونادي عليكم. وحشتوني جدا جدا، ما كنتش معاكم بس البركه في حبيباتي طبعا اللي كانوا منورين الشاشه، وانا نفسي كنت قاعده بتابعهم. عملت شغل حلو يا بنات. يا حبيبتي الحمد لله على السلامه يا ايمان، وبدايه اسبوع حلو يا مها ان شاء الله، ويوم جديد على حضراتكم ستات ما عرفوش يكذبوا، وبدايه اسبوع رائع جدا جدا وحشتونا. ازيك يا مها؟ انا كله زي الفل. ايمان كانت وحشانه جدا، وكانت يعني هي عنصر اساسي وقوي في البرنامج، وافتقدناها الاسبوع اللي فات بجد. ويومكم على راي ايمان هادي ونادي. يا روحي انت. دلوقتي احنا طبعا احنا ما كناش معاكم يوم الخميس ده، طبعا كنا محظوظين اكتر طبعا لو موجودين معاكم، احنا الود ودينا نفضل معاكم العمر كله. بس حبينا ان احنا اي حاجه حصلت من الخميس لحد النهارده نكون شايفينها، عشان كده لازم ان احنا ننور شويه على القرارات المهمه اللي اعلنها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمنيا. اعلن زياده وتحسين مرتبات العاملين في الجهاز الاداري للدوله واصحاب الكادرات الخاصه، ده هيكون من اول ابريل الشهر الجاي 2023، اللي بيها هيزيد دخل الموظف بحد ادنى اقل حاجه 1000 جنيه في الشهر. كمان كان في قرارات لسيادته بزياده المعاشات علشان توصل 15% زياده، وزياده معاشات برنامج تكافل وكرامه بنسبه 25%، يعني الربع زياده، وكل الزيادات دي هتطبق برضو من اول شهر ابريل اللي هو الشهر اللي جاي. تعالوا نشوف مع بعض قرارات سياده الرئيس ونرجع تاني نكمل الكلام. انني اوجه الحكومه بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية: أولاً، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً. ثانياً، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا، بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا، بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا، بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا. ثالثا، زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023. رابعا، رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24000 جنيه ليكون بقيمة 30000 جنيه سنويا اعتبارا من أول إبريل 2023. خامسا، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول إبريل 2023. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شفتوا فرحة الناس؟ يعني ربنا يفرح قلبك سيادة الرئيس. الحقيقة من الحاجات المهمة كمان اللي كانت في زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنيا يوم الخميس، كان بيتفقد مشروعات حياة كريمة، كان في قرية المعصرة، وطبعا كلنا عارفين ان القريه دي بتعتبر اول قريه نموذجيه بتكتمل بيها مشروعات حياه كريمه بنسبه 100% بمركز ومدينه ملاوي بمحافظه المنيا. سياده الرئيس السيسي حرص طبعا اول ما يوصل قريه المعصره انه يتناول الفطار مع اهل القريه ويسمع حكاياتهم ويسمع مشاكلهم وايه اللي بيتمنوه لبلدهم في الفتره اللي جايه معاها. ايوه فعلا، على فكره قد ايه مبادره حياه كريمه بتحسن حياة الناس فعلا، زي ما تم وصفها المبادرة الإنسانية الأهم في حياة المصريين، وده شيء ملموس جدا وبنشوفه في كل محافظات مصر وفي كرة وعلى جميع المستويات. كمان خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو كان حريص على انه يقابل شباب المتطوعين من التحالف الوطني للعمل التنموي اللي هم ساهموا وتطوعوا في كل المبادرات اللي بتتم على ارض المنيا. الرئيس السيسي وجه ليهم الشكر والتحية على جهودهم وقد ايه هم نموذج مشرف للشباب اللي البلد فعلا محتاجاه انهم يساهموا ويطوروا في بناء وتنمية مصر.
سيادة الرئيس السيسي كمان قال في كلمته للشباب حاجة تشرف وتفرح إن شباب مصر موجودين وبيعملوا العمل الخيري طول الوقت، واللي بتعملوه الحقيقة ده حاجة تسعد إن إحنا يعني بتسعدنا إن إحنا فخورين بيكم. المفروض أنتوا كمان تكونوا فخورين ومبسوطين باللي بتعملوه وبتقدموه لبلدكم. يعني تحية لشباب مصر الجميل حقيقة مننا كمان. قد إيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون حريص جدا إن هو يتكلم مع الشباب، يعني دايما الشباب بالذات، وبيشجعهم دايما ويديهم دعم في كل حاجة بيعملوها، وانه كمان بيستمع ليهم ومشاكلهم، وده بنشوفه طول الوقت وده بيتنقل لنا على طول، وبنحرص ان احنا نقدمه هنا في البرنامج ونسلط عليه الضوء عشان نبقى شايفين ايه اللي بيحصل في بلدنا اول باول. كمان من الاخبار المهمة اللي احنا كان لازم يا جماعة نقوم بدورنا احنا كاعلام، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أي شروط جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة. في ناس طلعت قالت أنه هيتم استبعاد الناس من برنامج تكافل أو مبادرة تكافل وكرامة، اللي عنده تلاجة واللي عنده تلفزيون مش هيكون مستحق للمعاش. يا جماعة أنتوا بتقولوا الكلام ده إزاي؟ يعني ده كلام غلط، والناس اللي بتروج للكلام ده غلط، وطلع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الكلام ده وفي بيان رسمي وقال ان كل شروط الاستحقاق لبرنامج تكافل وكرامة زي ما هي، مفيش اي حاجة اتغيرت، وتم التأكيد على استمرار صرف كافة المستحقات لكل من يستحق من تكافل وكرامة بشكل طبيعي جدا بدون حذف اي حد او استبعاد لاي أسرة. زي ما احنا قلنا دايما يا مها ويا ايمان ان احنا يعني اي خبر عايز تتاكد منه اهو احنا معاك بدري، معاك بنرد على الاشاعه وبنقول لا دي اشاعه، لا يمكن الحكومه تفكر بالشكل ده عشان حد عنده ثلاجه ولا ايه التفاهه دي وايه الاشاعات اللي بتصدروها دي طول الوقت. لا طبعا الحقوق يعني كافه شروط الاستحقاق موجوده في برنامج تكافل وكرامه ان شاء الله يا مها باذن الله. في فعلا جهات رسميه على طول بتاكد وبتعلن الاخبار الصحيحه ودايما بتنفي الشائعات اللي بتطلع الفترة الأخيرة، فيا جماعة أرجوكم ما تصدقوش الشائعات وشوفوا المصدر اللي انتوا بتتلقوا منه المعلومة دي، حاجة مهمة جدا ان احنا نحرص ان احنا دايما نعملها بإذن الله. طبعا يعني المسألة واضحة، احنا قلنا ان كل جهة وكل هيئة وكل مبادرة وكل حاجة ليها موقع رسمي سواء على فيسبوك او موقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، نقدر ان احنا ندخل ونتأكد من المعلومة وما نشاركش بنشر اي معلومة طول ما احنا مش متأكدين منها، عشان بس ما نزعجش الناس ونخلي الناس تتحمل فوق طاقتها، وابتدي يحصل حالة الطاقة السلبية اللي احنا بنشوفها. الطاقة السلبية اللي حاصلة دي نتيجة ان احنا بنقعد نضايق بعض بحاجات مش موجودة ملهاش اساس على ارض الواقع اصلا. فيعني نرجو ان احنا نتوخى الحذر في الامور اللي زي كده. في موضوع مهم يمكن حركة كان كتير مننا بيعملوها وحذرت منها هيئة الدواء المصرية، كتير ناس تيجي ماسكة مثلا حباية الدواء اسمها بالسكينة وتاخد نصها وتشيل نصها بعد كده، او تبلع الحبوب مثلا وهي مكسورة، او ان هي تقوم طحناها بالمعلقه مثلا وتدوبها في ميه للاولاد مثلا عشان نقدر ان احنا نشربها بسهوله. هيئه الدواء المصريه قالت ان العاده دي منتشره جدا جدا بس هي خطيره جدا جدا على صحه الانسان، علشان انه في بعض الادويه ممكن تكون هي اصلا جايه مغلفه بغلاف بيحميها ومن احماض المعده او بيحمي المعده نفسها منها. هنا قالت هيئه الدواء لازم نستشير الصيدلي انه الدواء ده هل ينفع ان انا اعمل فيه كده ولا لا، الطريقة السليمة ان انا اتناول بيها الدواء دي بتكون ازاي عشان ما نعرضش نفسنا لاي خطر لا قدر الله. هي احيانا يا ايمان ويا مها بيبقى الدواء الحباية يا جماعة فيها نص خط كده في النص دي عشان تجيب الكسارة وتكسريها، دي مسموح انها تتكسر مش هتأذي المعدة، لكن الدواء المغلف بالوان كده لطيفة ونص ونص وروح فاتحين الكبسولة يا اما بيسمح فعلا الدكتور او الصيدلي بانك انت تدوبيها في حاجة للكبار السن عشان ما يحصلهمش مشكلة او الاطفال، غير كده ما ينفعش نتصرف من نفسنا لان دي بتتعمل حماية للمعدة زي ما قالت إيمان وتبطين المعدة أو ما تخليش المعدة تفرز. أستاذة كسر الدواء تك تك مش أي بس لا بس طبعا الكبسولات لا ما بعملش أفتح كده. أنا شفت أصحابي بيعملوها لوالدتهم الكبيرة طبعا، وده بيسمح بيه لما بيدوبها لها بقى في زبادي في حاجة عشان ما بتبلعش كويس وكده. ممكن يكون طعمها مزعج مثلا او البلع فيه مشكله في صعوبه في البلع، بس في الحاله دي الصيدلي دي شغلته هو اللي يقدر يقول لنا الطريقه السليمه
عشان نقدر ناخد بيها حتى الدواء في الاصل كمان. والدكتور يقول لنا لكن الموضوع ده شائع جدا، كلنا بنعمل العمله دي فما تعملوهاش تاني، لان ده خبر مهم جدا، موضوع الحفاظ على بوظ المعده. يعني في الحاجات اللي زي دي بلاش اجتهادات شخصيه، عشان يعني ندي العيش لخبازه زي ما بيقولوا، عشان ما يحصلش لا قدر الله اي يعني ضرر لحد. احنا عايزين نسال، هو دايما كلام الكبار بيكون صح ولا لا؟ حقيقة انه اغلب الوقت بيكون وده عشان اسباب كتيرة قوي، عندهم خبرة وعندهم تجارب في الحياة وشافوا ولفوا كتير وعرفوا وسمعوا كتير. خبراء الاجتماع بيقولوا ان كلام الكبار بيكون صح، وده عشان جاي من تجربة زي ما قلنا ومن حياة مختلفة عاشوها. يعني هتلاقي ان مثلا اهلنا زمان كانت تصرفاتهم وتفكيرهم شوية مختلفة عن دلوقتي، عاداتهم تقاليدهم مازالوا متمسكين بيها، ودي حاجة كويسة جدا، ده شكل من اشكال الحفاظ على الهوية. الكبار بيكون عندهم احساس بالحاجات شوية، او نظرة في الناس، يشوف الناس من جوه مش من بره، انه يعرف ده كويس وده لا. علشان كده هتلاقي ان اغلب كلام الكبار بيطلع صح، خاصة مثلا لو في مشروع جواز، تبص تلاقي مثلا مامتك تقولك ايه يا بنتي هو كويس بس انا مش مستريحة له، قلبي مش مطمن له، بصي متوغوشة كده. بعدين الدنيا تثبت لها حل. بعد كده تقولك ماما كان عندها حق، بس بعد ايه يا ست البنات نسمع الكلام. صحيح، ما ايه رايك في الموضوع ده؟ لا انا مع الموضوع ده جدا، بالذات لو امك خالتك مثلا، يعني الناس اللي هم قريبين ليكي جدا او ليك جدا، انا بشوف ان كلام ده مظبوط، مش بس راجع للخبره زي ما منى قالت، حاسه الام دي بتبقى حقيقي صح. يعني انا امي ما في مره جلت منها الحقيقه، بس تقولي دي مش مرتاحه لها من ايام الاصحاب في المدرسه، طبعا الام او ده مثلا مش كويس للبنت دي. او مها خلي بالك، مش ما فيش مره والله العظيم. بس يعني انا عايزه اعرف ايمان اتنهدت ليه، هل لانها ام ولا هي ساعه زمان لما سمعتش كلام الاثنين قالت لك لديه يعني في تلهيده كده حصلت؟ والله بصي كده عايزين اعرف رايك. يعني امي وابويا الله يرحمهم كانوا دايما يقولوا الحاجه، وانا اللي هو ايه زي يا حبيبتي ما تحطيش ايدك هتتلسعي، احط ايدي في الكبس الكهرباء، احط ايدي واجرب واتلسع وبعدين نشوف هنعمل ايه. بس كلنا كده كنت ما بسمعش الكلام. وبعدين تبص تلاقي بقى ايه، هي سلف ودين. تبص تلاقي طبعا انا بعمل منشن لديانا دلوقتي تحديدا. ايوه ديانا بنتي، انا بقول الكلام لك يا جرم، ان ديانا بنتي ما بسمعش الكلام من غير ما اقول بوضوح، اقول لها الحاجه لا لا يعني معلش. دي كانت تنهيده ام، تنهيده ام قوي. وتبص تلاقيها جايه لي معيطه بقى ومفرهده بعد كده. أيوة معيطه بالظبط، كان عندك حق يا ماما يا بنتي. طب مش قلت لك ساعات يعني بيحصل الكراسي تبديل، يعني اولادنا يقولوا لنا يعني من الاول كده الموضوع ده مش انت ازاي صابره ازاي ساكته، انا ابني وتلاقي عندهم نظره برده هم بيشوفوا من بره. انا ابني الكبير كده جدا رهيب، يعني وهو قليل الكلام، يعني ياسين مش هادي وراسي كده وعاقل. ساعات مثلا يقولي على حد او على حاجه ويلقطها سريعا، باخدها دي برضه باخدها من مسلمات مامي وياسين. طب شفتوا يعني يعني احيانا زمان ما بنسمعش كلام الاب والام، بحبه يا بابا وهتجوزه يا بابا واللي يحصل يحصل. وساعات ولادنا يقولوا لنا على حاجات احنا مستغربينها، بس زماننا غير زمانهم، هم بيلقطوا بسرعه، هم عندهم خبرات اكتر، هم بيقروا كويس قوي، فثقوا فيهم احيانا يعني. طبعا لانه خلي بالك انه الظروف نفسها مختلفه والمعطيات نفسها مختلفه. النهارده العالم مفتوح على بعضه، السوشيال ميديا ما خلتش ما بين حاجات ايجابيه جدا وحاجات سلبيه جدا برضو، بس الولاد بقى عندهم فلتر وبقى عندهم وزنه وبقى بيعرفوا يختاروا الصح ويسيبوا الغلط، لو هم متوجهين صح ولو هم متربيين صح والبيت اللي فيه في توجيهات ومتابعه طول الوقت. فساعات هم بيكملوا لنا رؤيتنا، ممكن تبقى احنا رؤيتنا ناقصه حته، تقول لك لا يا ماما بس خلي بالك انه في كذا وانا سمعت كذا وقريت كذا وفي فيديو حتى بصي. فنبتدي المشاركه في الكلام مع الولاد، ما فيش حاجه اسمها لا ده مش عاجبني ومش هتعمليه، لا ما انتش خارجه مع فلانه، ما ينفعش نعمل كده. ده احسن مننا يعني، احنا لسه متربيين على الثقافه القديمه اللي هقعد اصلح في حاجه وهصبر عليها واصبري وليكي الجنه وخلصي طاقتك وعشان الولد الاول موتي موتي روحي موتي وارتحي. انا مش بقول يعني الناس تسيب بعض وكده، تحاول كل المحاولات، بس لما يبقى خلاص يعني انت شايفه ان فعلا في حاجات ما بتتصلحش في البني ادمين، وشخصيات سامه وبتديكي طاقه سلبيه في حياتك. يعني مش دايما عايزه اتكلم على حته سلبيه، بس عايزه اقول انه قولي اي
قولي انا موجوعه، ولا قولي انا خلاص وعيت الكهرباء يا جماعه مش قادره استحمل. ايوه لا أماني؟ لا دي مهمه جدا. احنا عندنا بنات كتير او احنا ساعات يعني اتربينا على انك لا ما ينفعش تقولي لا، ما ينفعش لا لا، دي كلمه مهمه جدا لازم تبقى في قاموسك موجوده. لازم لما نقول لا احيانا طبعا طبعا لازم نقول لا، بس قبل ما نقول لا نعرف نقولها ازاي، لمين، امتى، وعلى ايه. مش لا في المطلق صحيح. بقول كده يعني بالظبط، وظروف حد غير حد مختلفه، في حد ما يملكش لا، ما عندوش رفاهيه ان يقول لا انا مش قادره استحمل. اما في ناس تقول لك ايه، طب كنت اتكلمي، طب كنت قولي يعني عبري ان انت متضايقه، اتكلمي مع الاخر بشكل مره واثنين وثلاثه. بس لا عندي سؤال، يعني ما عنديش رفاهيه اقول لا؟ حتى لو الناس اللي ما تقدرش ما عندهاش برضو لازم مصدر يعني دخل او بيت تعيش. انا فاهمه طبعا طبعا فاهمه جدا، بس في حاجات يعني ربنا هو الرزاق وربنا هو اللي بيرزق، وفي ناس بتبقى ساعات خايفه وتقول زي ما انت بتقولي كده لا عشان انا ما مش هقدر او مش عارفه او بتاع، وتلاقي ربنا فتح لها باب رزق تاني وربنا ده حقيقي. بس هي تسعى بقى يعني تسعى. طوري طبعًا. نفسك اشتغلي. انا بتكلم على الستات اللي لا حيله لها بمعنى صح بشكل واضح. طوري نفسك اشتغلي، اعملي حاجه من البيت، اشتغلي اتعلمي حاجه وبعدين تعالي قولي امشي، يعني خدي بالاسباب. لكن هو ونعم بالله رزاق معها زي ما بتقولي رزق طبعا، لكن عايزه خطوه يعني. هي كمان فكره لا ممكن تتقال مثلا بس بشياكه، يعني لو واحده مثلا صاحبتك يعني او زميلتك او صاحبتك شفتوا اشياء كده يا جماعه، هي دي الشياكه بجد. لا يعني حد مثلا انا عندي وقت قد كذا خلاص، الوقت ده انا مقسماه ما بين وقت لشغلي، وقت لبيتي، وقت لاولادي، وقت لراحتي، وقت ليا انا، وقت لاهلي. لو فاضل شويه وقت هي عايزاني في مشوار، عايزاني في حاجه انزل لها تيجي تقعد معايا، ممكن ساعتها اوكي. لكن لو انا ما عنديش الوقت ده وانا مفرهده او انا عندي ظروف وعندي اولويات، عشان كده ترتيب الاولويات مهم. لا يبقى ساعتها هعتذر بالشياكه، يعني مش هتبقى لا في المطلق، لكن هتتقال بالطريقه بحيث ان انا برضو ما اضايقش اللي قدامي، وفي نفس الوقت احافظ على طاقتي. ساعات لا بتنقذنا من حاجات كتير، بس هي تتقلب الطريقه زي ما قلنا. في كمان دراسه جديده بتاكد ان لما يكون مزاجنا مش حلو هنشتغل احسن. انا عرفت دلوقتي انا بشتغل احسن ليه، وفي كفاءه اعلى كمان. الدراسه بتقول انه الشخص لو في حاله مزاجيه سيئه بيكون اكتر شغل واسرع دقه وقدره على التحليل، وده بيكون انه الانسان قادر انه يهتم بالتفاصيل اللي حواليه. مش عارفه انتوا بتتفقوا مع الدراسه دي ولا جدا جدا جدا. انا برضو ساعات احس ان انا يعني مفيش طاقه، بس اركز في الشغل قوي مفيش طاقه ولا مزاج وحش، ويجي مع مزاج وحش. ما هو المزاج الوحش بيخليك ما عندكيش طاقه. ماشي، ما هو انت لو مزاجك وحش بتحسي ان انت كده بتشتغلي احسن، عايزه تتنقلي من كنبه لكنبه، كرسي لكرسي. يمكن الستات بيسمعوني النهارده بيعملوا كده على فكره. لكن لما ابتدي افكر في حاجه جديده، حتى لو ما بتشتغليش، انزلي اعملي اي حاجه، تمشي في السوق، اشتري حاجه لنفسك ولو بسيطه جدا باقل التكاليف، بس اعملي لنفسك حاله مزاجيه حلوه. ما تسمعيش اغاني حزينه ولا تشوفي فيلم رومانسي وتقعدي تعيطي ولا لا. المزاج انت هتصنعيه على فكره، والسعاده لازم قرار. لازم تتحركي كمان. دايما يقول لك لو مزاجك مش حلو او انت مثلا عندك توتر او قلقان او يعني مش مبسوط وكده، لازم تتحرك. يعني حركه فيزيكال، قصدي يعني ان انت تمشي تعمل حاجه بس فعلا الدراسه دي صح في حاجه معينه. انا مثلا بلاقي نفسي لما يكون مزاجي مش احسن حاجه برسم بقى ايه احلى لوحات اعملها في حياتي وانا مزاجي مش كويس. انت كده بتثبتي صدق الدراسه وبتبقي ايجابيه، الدراسه حقيقيه جدا. بطلع من اللي انا فيه ده. اذا السعاده قرار طبعا، صح ولا لا؟ صح جدا. الطاقه الايجابيه، ما نقعدش بقى نسمع اغاني عبد الحليم حافظ، ما تغرقيش في المود اللي انت فيه. يعني لو انت المود بتاعك بعافيه ما تروحيش المشوار معاه، يعني ما تسيبوش هو يجرك، انت جريه المود بتاعك لمنطقه تانية. عشان كده ده يفسر انه لما فعلا يكون حد مزاجه مش لايق او عنده مشكله في البيت او عنده حاجه مكدره ومضايقاه في حياته، لما بيروح شغله ممكن تلاقيه بيشتغل كويس قوي، لان هو من جواه واخد قرار، هو عاوز يساعد نفسه يطلع من حاله المزاج السيء. فبص تلاقيه بيغرق في الشغل. سؤال بقى، طب بعد الشغل بعد الشغل بقى خلاص اليوم يعني إيه؟ لا هقول لك، تدوري على حاجه تظبط مزاجك برضو. صح. راجع على فيلم مثلا لذيذ، اشربي الكوفي اللي انت بتحبيها، كلمي صاحبه الكوفي. لا هبقى عايزه، انا ببقى عايزه اليوم ده يخلص، عارفه اللي هو خلاص حاطه في مخي ان اليوم ده لازم ينتهي.
يخلص بس كده، ما انت هتعملي ايه طيب؟ ممكن ايه اتفرج بكره، لازم اتفرج مثلا. انا بالنسبه لي اتفرج على حاجه كوميدي لازم طبعا. كوميدي أنا انام على حاجه كده ورجع كده لقيت محمد سعد، يا سلام على محمد سعد. لا انا بعشق بقى، عارفه اللي ممكن جميل اعيدها وازيدها 100 مره ما ازهقش منها ابدا، سك على بناتك. الله. طب حلو ده، انت فتحتي الموضوع ده، انا كنت فاكره ان انا حاله خاصه وان انا لوحدي. بجد؟ انا مسرحيه سيده الجميله. انا سكر سيده على الجميله. راجل مهندس يا جماعه، يعني رحمه الله عليه حقيقي، اتفرج عليها كذا مره واقعد اضحك عادي. انا كده في سكر على بناتك، حنفي مش ممكن طبق ورديتين. بس المهم ان احنا ما نروحش لحاجه مقلقه ولا حزينه. لا 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 ما ينفعش تفكرنا بحاجات وحشه، صح ولا لا؟ صح. طبعا صح يا ستاتي اللي بيسمعونا. النهارده احنا كام؟ احنا النهارده 4 مارس، ذكرى ميلاد واحد من اهم الموسيقيين في مصر والوطن العربي كله، هو الموسيقار الرائع محمد الموجي. الحقيقه الموسيقار محمد الموجي ساب حلم والده وفي مجال الزراعه علشان هو كان عنده حلم وكان عنده شغف في الموسيقى، وقدر فعلا ان هو يحقق ده. الموجي لحن لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، عبد الحليم حافظ، سيدة الغناء العربي، كوكب الشرق، أم كلثوم طبعا، فايزة أحمد، وغيرهم كتير. الصبر حدود طبعا. الحقيقة الموجي واحد من أهم الموسيقيين في مصر، منا ومن فريق البرنامج. تعالوا نشوف جزء من أعماله ونرجع تاني نكمل. مشيت مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك، لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك. عينيه وحشاني ليه وشغلاني عليه، وحشاني ليه وشغلاني عليه، وبعد اللي جرالي بحبه. تعجبني عاد تعجبني يا كويني وملهلبني، لا انا عارف اخرة حبك ولا ايه في عينيك وفي قلبك. اعرف بس اني بحبك قد انت ما بتعذبني. لو قلبي اعرف الحب خطير جدا ما أحبك، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر. لو أني أعرف قادمتي ما كنت بدأ. رحمة الله عليه، فنان رائع. نسيتوا بيت العز يا بيتنا؟ طبعا. نسيتوا أوقود الشموع في ربع العدوية؟ الحاجات الجميلة قارئة يعني الفنجان. هو أول حد عمل صفيني مرة طبعا عبد الحليم حافظ، كان اترفضت في الأول وكان تغيير في الموسيقى شكلها جديد قوي، الناس مش متعودة على الشكل ده. وأحبك حبك نار وفايزة أحمد بقى حاجات كتير جدا، يعني عايزة حلقة، عايزين وسبقني يا قلبي ويا قلبي خبي. انا ابويا الله يرحمه كان بيحب قوي يا قلبي خبي دي. الله. ليبان علي ما تغني لنا يا استاذه النهارده، عندي مود الغنى وقاعده بنشد من الصبح في البلاتو، واستاذه منى جنبي محرجه مع ان انا في مود غنى النهارده. ايوه انا داخله عماله تقول لي غني لنا بقى حاجه للكينج منير. طب حلو قوي، احنا عندنا غنى. انت تحبي تسمعي ايه الاسبوع ده؟ حاجات انا عايزه اسمع النهارده حاجه لمحمد منير بعد اذنك. انت بتساليها بس اني احبها، بتساليها بثقه. على يا منى انا بحاول ادبسك، انا عايزه اقول هضبه يعني في الفصل والله ان شاء الله. لا في المطبخ مش عارفه يعني. يلا وعده على الهوا يا منى، احنا يعني مش قادره. طب حاجه للموجي دلوقتي، حاجه حتى من فيلم ربع العدوية. انا على فكره قدمتها في رساله الدكتوراه بتاعتي، يبقى نسمعها النهارده. اوقود الشموش بس يعني هتقلب اليوم ديني خالص، واحنا عايزين بقى نحتفل كده في نصف من شعبان بحاجات حلوه، ممكن نغني مع بعض طبعا ان شاء الله. احنا النهارده الحقيقه عندنا فقرات كتير عشان نلحق بسرعه ان احنا نقدمها لحضراتكم. هنتكلم عن تصميمات ازياء بس مناسبه جدا للمحجبات خلال شهر رمضان الكريم ان شاء الله. هتكون ضيفتنا مصممه الازياء عليا الخضري، هتكلمنا عن الافكار الجديده كلها للبنات وللستات. ايه تاني فقره؟ تاني فقره هيكون عندنا كتالوج العلاقات الامنه لتجنب الوقوع في اخطاء
لا تغتفر. وضيفنا النهارده دكتور محمد هاني، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الزوجيه. فقره مهمه جدا، وهنعرف فيها ازاي نحافظ على بيتنا بقى، وازاي بس ما نقعش. يعني سؤال هنساله مهم يا مها، ايه كل الناس ينفع معاها كتالوج؟ مفيش كتالوج كل واحد بصراحه، ليه كتالوج يعني. انا معترضه على كلمه كتالوج. هنسال الدكتور في الحكايه دي. والله انا شايفه ان العلاقه ما بين الراجل والست ملهاش كتالوج. انا أصلاً. كمان اساسا يمكن في ستابس كده، بس مش بتيجي النتائج مع كل الناس زي بعض. خلينا نشوف ونساله على الحكايه دي فعلا يعني. ماشي. بعد كده عندنا الحاجه ياسمين الحصري، طبعا نور البرنامج زي ما سمتها هبه. ويعني ماذا يعني رفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان، وازاي نبيض صحيفتنا بقى، نعمل استيكه كده للاعمال الوحشه، ونضيف ونلحق نضيف ونبادر باعمال الخير كتير ان شاء الله. وفي اخر حلقتنا النهارده طبعا عندنا شيف محمود سعد يحتفل بيك النهارده، مايسترو المطبخ، يحتفل بيك يعمل البطاطس بقى النهارده. ده عامل بطاطس عشان خاطري. شفت والله الناس طيبين قوي. بطاطس محشيه وسلطه جرجير. فاصل وهنرجع تاني نكمل بقيه حلقتنا. الستات ما تعرفوش الجو. لسه مكملين حلقتنا، وزي ما دايما متعودين معاكم بنقدم لكم كل ما هو جديد. وطبعا المحجبات بالنسبه لنا طبعا ليهم مكانه خاصه جدا جدا، واحنا داخلين على شهر رمضان الكريم ان شاء الله. اكيد تصميمات وملابس المحجبات بيبقى لها طابع خاص، مش اي موضه تنفع للمحجبه. ازاي بيتم اختيار التصميمات، وازاي ان هي بتشكل موضة المحجبات؟ دي قصة طويلة هنتكلم معاها النهاردة. والحقيقة كتير من مصممين الأزياء بيعملوا ده، وهنعرف أكتر عن فن اختيار التصميمات من ضيفتنا اللي الحقيقة بدأت طريقها للموضة من محافظة بورسعيد، وأصبحت النهاردة اسم معروف جدا وليها متابعين كتير جدا في كل مكان. رحلة طويلة ومميزة، وكمان تصميمات أكيد مختلفة جدا هنشوفها النهاردة مع ضيفتنا الكريمة مصممة الأزياء عليا الخضيري. أهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا بيكي، منورة الدنيا. ربنا يخليكي. نورانا، برحب بيكي. ربنا يخليكي يا منى. عليا منورانا. ربنا يخليكي. وعايزة أبدأ معاكي وأسألك، لما بتعملي مثلا كولكشن، بتبدأي الكولكشن، بتختاري الكولكشن ده او تصميماتك بتبقى بناء على ايه؟ بتعب على ما اختاره، بناء ان انا بقعد ادور، بجيب كل الكولكشن اللي انا نزلته خلال السنين اللي فاتت، وابدا اقرر هلبس المحجبات ايه السنه دي. ايوه. وابدا كمان اعمل سيرش كل الديزاينر نزله ايه، لان لازم اكون مختلفة عنه. طبعا. وبفضل بقى اسال اساسا الكلاين، يعني بقى من ستوري، عايزين نفسكم في ايه، تلبسوا دريس، تلبسوا عبايه، تلبسوا سكيرت، الكلام ده كله، لحد ما استقر على الكولكشن اللي انا هبدا انزله. والحمد لله يعني بيبقى حلو الحمد لله. طيب هتقدمي لنا بقى يعني السنه دي في رمضان الوان شكلها ايه؟ هل في الوان معينه ولا كل الالوان موجوده في رمضان؟ هي كل الالوان موجوده، بس هو السنه دي ترند جدا الالوان الاخضر الليموني، الاورنج، الاحمر، الله، الزهري، دي كلها الالوان الدارجه في البينك، والبينك طبعا، والبربل والفوشيا، كل الالوان. طب انا اساسا معروفه بالالوان المطرقعه، ف رمضان الكولكشن السنه دي برده كان بالنسبه لي مختلف، لان انا اول مره اعمل بقى الكولكشن عبايات. في العادي كنت بنزل كولكشن دريسات، العبايه الاوبن شويه، بس مش اللي هو عبايه. المره دي لا، منزله كولكشن عبايات صريح. اكيد يا علي، طبعا اللي انت لابساه النهارده هو ده الجديد، وهو ده ترندي، وهو ده اخر حاجه. ده حقيقة شيء طبيعي. البنطلون عادي خالص. احنا لا، احنا شوفي، احنا انا بالنسبه لي انا كديزاينر بعمل اوتفيت كامل، البيزك، التوب، بالبنطلون، كل حاجه، كل الاوتفيت كامل، بكل حاجه، بكل تفاصيل، بالاشارب كمان، بكل عشان حاجة. كمان خلي بالك انه البنات حتى اللي مش محجبات والستات مش محجبات في رمضان بتحب تلبس عبايه. ده حقيقه فعلا، لان كمان احنا كمان اغلب، عشان بنشتغل اونلاين، فاغلب الناس بحاول اعرض لهم الشيء تلبسوه ازاي. في ناس بتاخد الطقم كامل فعلا. أيوة. من اشارب للبيزك، من تحت للعبايه، الكلام ده كله، لان ممكن العبايه تبقى شيك قوي بس تتلبس غلط فتضيع جمالها. ده كتير بقى بيحصل كده. تعالوا بقى نشوف. شوقتنا. نشوف حاجات رمضان. يلا بينا. انا شايفه لون لون شايفه لون قوي هيدخل علينا دلوقتي. انستازيا، يو ويلكم. يلا مش معانا جنى. فوشيا. الوان هي جميله. الوان مبهجه ومفرحه ولذيذه
علي عايزه اسالك بقى، يعني مثلا هي دلوقتي هو مش محجبه، مش بطرحه او اشاره او حاجه، لو موديل زي ده مثلا ومحجبه، انت مثلا بتشوفي مثلا الطرحه لازم تبقى ازاي؟ هي لازم تبقى شارب ساده، اما اوف وايت لاما بيج، ويبقى مثلا لورا اكتر احلى ولا لقدام؟ على حسب ما هي بتلبس بقى، يعني على حسب كل محجبه طبعا وليها ستايل في لبسها، ممكن تربطه سبانيش، ممكن تربطه زي ما هي لابساه، ممكن تربطه زي ما منى لابساه. في بقى اول مره اعمل دي على فكره، بس يعني حلوه قوي بقى من الصغير. بس حلوه فعلا. في ناس بتحب تربط الصغير. انا في العرض عامه لما بنيجي نصور كولكشن انا لازم تبقى فيها عينيك، انا لابساها وبربطها لورا. في عبايه برضو على بنطلون، كلهم على بنطلونات، ودي برضو لو محجبه هتلبس البيز من تحت اوف وايت او تحت ذهبي، او ذهبي او بيج او دريس، لان في ناس طبعا ما بتلبسش بنطلونات خالص، فبتلبس البيزك الدريس، فممكن كمان تلبس تحت مع الطرحه تبقى هتاخد لون بقى من درجات اللي هي الزيت، ممكن جولد اسود مثلا او الروزي ده روز جولد عليها. دي الوانها كلها زيتوني في بيج في اوكسيدي، فهي ممكن تاخد درجه من الدرجات دي وتتلبس عليها. طب ايه اكتر الـ يعني ايه لون مثلا؟ طبعا الاسود دايما معروف ان انا ما بحبش الاسود. لا ابدا، ده انت اول ديزاينر ما بتحبش الاسود. انا من الديزاينر المعروفه ان ما بنزلش اسود. لا نادرا لما انزل اسود، بس الاسود ده طبعا يليق عليها، بس مش كل الناس. لا يعني ما بحبوش. انا بعمل زيها كده، اول ما احط اسود على وشي لا، انا البس اشاره بالاسود عشان يعني بحب الشكل الاشاره بالاسود عليا، انما كلبس اخر حاجه ممكن افكر فيها. يا نهار ابيض، اخر حاجه اول حاجه بفكر تعلميني الموضوع ده ريدا. اول حاجه بفكر فيها اوف وايت وبيج، اول لونين اساسيين. البيج ده حلو قوي ده، الله، مع الالوان طفل. مبهجه جدا. دي كلها كلف هندي. وبعدين عليها يعني بعدين بقى، بعدين هو مناسبه جدا ان انت تلبسيها محجبه او مش محجبه. طبعا ده تحفه. دي كلف هندي، دي كلها كلف هندي. انا بقى اللي مصمماها هتتعمل ازاي في الديزاين بتاع الكم والصدر. ودي برده كلف هندي كلها. بس احنا عندنا الحاجات دي في مصر، في الصناعه المصريه موجوده في المصري، بس بس الهنود معروفين، بس الهنود يعني معروفين. لو انت اتزنقتي في السوق يعني دلوقتي استيراد صعب طبعا. لا انا بشتري مصري، انا كل بقى انا شايفه زي ما يكون في حروف لغه عربيه، كلها حروف عربي. جميله. بس انا عايز اقول لك برده حاجه، هي يعني في السوق المصري طبعا خامات كتيره بنشتغلها، بالظبط، بس بداية. حاليا دلوقتي المستورد، عشان انت تبقي حاجه سبيشال قوي في شغلك وتبقي محتاجه مميزه، فبتجيبي اكتر حاجه محدش ممكن يتسجل بيها، صح؟ وبالتالي ممكن تصدريها كمان، بس كده. طب ايه اكتر حاجه عليا بتظهر العبايه قوي؟ يعني في ناس بتعتقد ان الحزام، يا ساعات بقى الشغل كله في الحزام بيلم الوسط، وخصوصا لو يعني هي شويه صغننه كده، فبيلم الوسط بيخلي الشكل حلو. مش كل يعني انا اتصور ان الفوشيا الاولانيه اللي دخلت لو عليها حزام، هي ليها حزام من ورا شده. اوكي، وبعدين انت لو لبستي حزام انت كده هتضيعي موديل اللي هو من ورا السارل من ورا. لا ما هو الحزام هيبقى تحت، ما هو انت برضو لازم ناخد فكره. لا ما هو انت فكري ان انت من ورا اوريدي عامله شغل كتير في العبايه. ايوه، في هنا تطريز من العبايه من اللي هو داخل ورا. أيوة. لو حطيتي كمان الحزام انت العين لما هتيجي تشوف تبقى حاجات كتيره قوي. طب عليها انت بتقومي عامله كولكشن وبتعرضيه، ولا بيتعمل حاجات مثلا سبيشال اوردر ناس يعني شغلك؟ لا انا ازاي؟ كل يعني كانت دايما دعاء فاروق تقول لي ايه، انت بتشتغلي 360 يوم، 360 ما شاء الله اوتفيت. فانا كل يوم بنزل اوتفيت انا بلبسه وبعرضه، بلس الكولكشن. ايوه، يعني الكولكشن ده بيبقى مكون من 10 قطع، 10 قطع دول هم دول اللي انا بنزلهم بيبقوا التوب بقى. وبعد كده بنبدا ننزل كل يوم جديد. طب كل بقالك كام سنه يا عليا؟ بقالي 10 سنين. ما شاء الله. لا بقى يعني تعبتي على اسمك ده عشان تعملي اسم كويس في وسط زحمه السوق. ما هو ده فعلا الفكره في كده، ان دلوقتي ان انت عشان تبقي لسه متواجده دي حاجة صعبة جدا، عشان بقى تبقي متواجدة لازم تبقي مميزة. صحيح. فبياخد منك وقت طويل جدا. بس الاونلاين ساعدك اكيد، صح؟ طبعا. طبعا. يعني كله بقى خلاص اونلاين دلوقتي. هي السوشيال ميديا اساسا دلوقتي مجرد ما بتعرضي عليها الشيء، ولو حاجة مميزة وحاجة مقبولة للناس طبعا بتبقى حاجة حلوة. طب ما فكرتيش في انواع يعني مشها مختلفة شوية، ممكن زي مثلا الجينز، زي اشتغلته كتير. دلوقتي هتلاقي دلوقتي الكتان الهندي مطبع ومفرغ منه فيه. القماشة اساسا كلها دلوقتي يعني انت بتلعبي دلوقتي في القماشة السادة وتدخلي فيها قماشة تانية تظهرها. ايوه اوكي، زي اللي جاي ده، مارينا الحلويات دي. يلا ادخلوا يلا.
يعني زي باج بالتركوازي جن. كان فكرة بقى تناسق الالوان حلو قوي قوي. والخامة ايه كلمينا عنها؟ ده كتان. كتان اه كتان اه ده كتان وبرده دي كلفة هندي برده. وانا برده اللي عامله الديزاين بتاعها انا وايه بتدخل فيها ازاي حلو مدخله فيها البيل الذهبي. هي الكلفه كده الحزام الشيك قوي والفلور كمان اللي انت حطاها موفقه جدا. انا الفلور دي عارفه لو دخلت محل كده لقيتها فقلت يلا لما اخدها بقى عشان اتليق على العبايه. هي جايه أيوة معاها كده دي حلوه معاكم انتوا لكن مع محجبه ما افضلش ان هي تبقى لا ليه تبقى حلوه ما هو انت لا ما هو على حسب برضه تبقى حلوه على حسب محجبه بس مش لازم تبقى كبيره. اه مش لازم تبقى كبيره وتبقى اصغر كمان حتى بالنسبه للناس. انا كمان اخدت المره دي الطابع المغربي عبايتهم بتبقى حلوه جدا قوي وبتبقى مناسبه جدا بقى لكل الاجسام. يعني انت لو تلاحظي ان الموديلات كلها ما فيهاش تقسيمات عشان تناسب كل الاجسام. ممكن تتحط فعلا على لبسك كده والحزام ممكن تستغليه في حاجه تانية. الفلور ممكن تستغليه في حاجه تانية. كل هسالك حاجه كل ديزاينر بيبقى ليه مثل اعلى كده او مثلا يعني انا فاكره مره كان إلي صعب سالوه مين مثله الاعلى قال فالنتينو يعني ولما بصيت فعلا على شغل دي صعب حسيته في واخد من روح فالنتينو فعلا. طب شوف يا ستي روح فالنتينو اللي داخله دي الله الله. انت مين بقى يعني مين مثلا بتحبي شغلهم او ديزاينرز يعني ممكن تستلهمي منهم افكار؟ لا انا بحب بلوجر عرب يعني دليده يعني الناس الكويته اكتر. بحب لبسهم جدا 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 شيك قوي قوي بزياده اللي هو انت تبقي عايزه ايه طبعاً. انا عايزه اقوم اعمل كل اللبس ده دلوقتي. تحسي ان العبايه دي يعني عروسه صباحيه حنه لا انا عايزه اقول لك على اول رمضان ليها وهي متجوزه مثلا. ده ده الشبك ستراس لسه نازل موضه السنه دي. انا حاولت بقى ان انا استغلها كعبايه ان انا اعملها كشكل تعبان. هو الابيض دايما بيقول ان في عروسه في كشكل الموضوع كشكل تعبان صح كشكل تعبان بالكابيشون كده. وبعدين ممكن تتلبس زي ما انت بتقولي اي حد عنده عزومه في البيت هيلبسها وهو قاعد. طب هنا في حاجه عندنا تنفع مثلا للشغل وللعزومات وللسحور وده حاجه دلوقتي. تبقى هيطلع دلوقتي الدريسات بقى هي تبقى نمبر 1 في كل ده. يعني تلبسي دريس شيفون تلبسي دريس كتان تلبسي دريس كريب تبعدي بقى عن كل اللي هو فيه شغل. بالظبط. طيب يلا قولي لهم بقى يلا بينا دي هتلبس العبايه اللي انا لابساها بس. طب ولو سحور يعني فطار بتبقى سامبل وكده السحور بقى زي ما هي لابسه كده العبايه كل العبايات اللي طلعت دي تنفع طبعا سحور لان دلوقتي اساسا اجواء السحور دلوقتي كلها فيها حفلات وفيها فيها دوشه كتير. بيلبسوا الكفتن تقيل بيلبسوا كل حاجه وشيلته تقيله دي حقيقه فعلا. طيب دلوقتي بيتلبس الصبح ده شبيه بتاعك اهو بتاعي اهو بس انت حطيتيه على بيج ما هو اللعبه في البيزك من تحت هيبقى كتير ممكن تلبسيه كمان اخضر في اخضر في ناس بتحب توحد اللون مفيش مشكله طبعا. ممكن تلبسيه على اسود اوكي ممكن تلبسيه على درجه وفي ناس بتلبس على جينز مثلا ده هو الجينز بقى ده السائد انت نادرا لما تلاقي خدي بالك ممكن تشيل البلت خالص وتلبسه على الجينز مفتوحه ايوه فعلا بالظبط وطب يعني مش محجبات بيلبسوه على توب ستوب كده وخلاص شيك قوي قوي كده الشغل باين لان انت قاعده مش باين وانت قاعده مش باين الشغل اللي في الدين باين دي كلها تفريغات احنا بقى انت بتعملي من كل لسه كنت اقول لكم كل حاجه قطعه واحده الا لو لو حد عجبه حاجه وقال لك انا عايز زيها مثلا لو حد لو حد معلش انا اسفه كنت بتقولي بتعملي من كل حاجه قطعه واحده ممكن نكرر الوانها لو طلعت حلوه جدا بس في العادي ما بكررش عشان الناس بتحب الناس بتحب كده الستات في ناس بتحب وتبقى مميزه جدا في ستات تبقى مخها تقول لك ايه انا احب البس لا ما هو مش في ستات حاجه ما حدش لابسها جايه اهي هو مفيش ستات هو في ستات شايفة كتيره في الكواليس هي في ستات كتيره كده طبعا ليه بقى الله على القماشه والرسمه حلوه قوي حلو قوي يمكن هو ده بقى الكتان الهندي الله ده كتان هندي ده كتان هندي بتاعه مفرغ ده يشبه الشيفون كتان شيفون بس هو هندي الله وده جديد اصلا يعني ينفع جدا حوامل كمان ينفع كل حاجه عشان الامبير هنا عالي قوي بس هو حلو قوي والوانه كمان من انا بقى ده منزله منه الوان منه كتير منزله منه البيج منزله منه الموف بس هو كله بقى اللي هو الباستيل خالص والجراي حلو قوي وليه معايا لون بشره على فكره طبعا
الموديل ده اصلا من احلى الموديلات في اللبس كدرس طبعا، يعني ده طبعا ممكن يتلبس بقى الصبح بالليل عشاء سحور كل الاوقات بالظبط. طب انا عايز اسالك انت بصي الشفافه اللي تحت دي البنات صغيرين كده زي ديانا كده احنا صغيرين أيوة على فكره طبعا هي بتحب قوي الحاجات دي هي بتفكر صغيرين منى بتقول حاجات مش فاهمه انا والله ايه حاجات انت بتقولي ينفع للبنات الصغيره احنا كلنا صغيرين لا محجبه يا حبيبتي ديانا فهتفرح انه بيضخوا الحقيقه البنات صغيرين طبعا حاجه شيك طبعا على جينز بحس ان بقى في حاجات حلوه جدا للمحجبات هو في لبس حاجات كتير دلوقتي للمحجبات حلو جدا بس البنات الصغيرين كمان بيقعدوا يفننوا حاجات جديده. طيب انا عايز اسالك انت اي ديزاينر بيبقى عنده حاجه بيبقى يعني التصميم بتاعه مستوحى من زهور مثلا، مستوحى من الوان في الطبيعه، مستوحى من ديزاينر عالمي، مستوحى من اي حاجه، انت الالهام عندك او الوحي ده بيجي لك منين؟ لما اشوفه بتشوفي القماش اول ما تشوفي القماش؟ انا اول ما اشوف القماش حبيته هو ده كده خلاص بتتخيلي هيطلع بتخيل انا بعمل الديزاين وانا واقفه في قماشه تخن وقماشه طبعا في قماشه تخن وفي قماشه ترفع يعني في قماشات تخينه قوي كده الماتيريال لما بتبقى سميكه قوي بتدي فوليوم اكتر عايزه حد رفيع تبقى حد رفيع بالظبط ده حقيقه فعلا والالوان لو كتير قوي في ناس بتتصور ان هي لما بتلبس الوان متداخله كتير ان هي بترفعها بس هي ما بترفعش هي الطريقه في التنسيق نفسه بالظبط لسه هنشوف حاجه كمان يعني في الكواليس في مش عارفه معانا حاجات كمان اكيد انيتا روسيه الاثنين روسيين معاكي روسيه ومصريه لا الاثنين ايرينا وانستازيا شغل الاونلاين بيخلينا ان احنا نشتغل مع ناس بصي ده مثلا لازم واحده رفيعه لا في ترندي قوي لا على فكره بقى ده عايز مها ده على فكره بقى انت غلطانه عايز مها ليه حاسه حاسه لا طبعا اولا لان هو ملوش قصه تحت الوسط هو الحزام هو اللي مربوط ايوه انما هو لو اتفتح هتلاقيه ان هو اوريدي واسع انا ملاحظه ان انت بتعملي بزونات في الظهر كده او كسر او كشكشه الله يعني تقوم ترفع لا والله شويه انا شخصيا لا يعني والله طيب لا اصل هو انا عايزاكي تدي نصايح للست او للبنت لو هي جسمها مليان شويه تعمل ايه بحيث ان هي تسحب الكلام ده وخصوصا في العبايات وفي رمضان هي تلبس المناسب ليها اهم حاجه ان هي تبقى مقتنعه باللي هي عايزه تلبسه طب تلبس حزام ولا من غير لا انا مش بفضل للناس المليانه ان هي تلبس حزام لان هي اوريدي بتفصل بتعمل حاجز ما بين هنا وتحت فبتعمل شكل فبتبين اكتر فبتبين اكتر يعني بس هي حاجة في ستات كتيره الكمام بتاعت الدرس ده حلو قوي بحبها انا في موديلات ممكن اكررها سنين كتيره من كتر ما انا بحبها بتبقى ناجحه بس انا بلعب دايما في الاقمشه يعني حقيقي بس انت في قماش يبقى ناشف شويه تعملي ما بشتغلوش يعني بتكلفي بكلف بيه بس بالزبط. بتبقى كلف كلها انما اغلب الاقمشه انا بالنسبه لي لازم القماشه تبقى طريه جدا ناعمه جدا لان ده طبعا انت بتتعاملي مع فئه كلاين من ورا الشاشه لو ما اديتهمش الحاجه زي ما هم عايزين بتبيعي اونلاين وكده كلنا شوف كلنا كل شغلنا طب نصيحه بقى تديها للبنات اللي بتبدا مشروع زي ده ازاي تنجح لازم تستنى 10 سنين زيك ولا لا اول حاجه لا هو الموضوع خدي بالك يعني اخذ مننا 10 سنين عشان توقيته مش زي دلوقتي دلوقتي في حاجات كتيره تقدر تساعد اي واحده ممكن تبدا شغل ان هي تعرف ان هي ال 10 سنين دول تخليهم في سنه او في سنتين بس لو بداته صح اول حاجه لازم يكون عندها مصداقيه مع العميل مصداقيه في كله مصداقيه في الماتيريال مصداقيه في العرض اللي هي بتعرضه في التفصيل اللي هي بتفصله لازم زي ما انت لابسه تدي للعميل ما ينفعش انت تلبسي حاجه وتدي للعميل حاجه ثانيه طيب هنا دلوقتي نفترض ان حد اشترت منك عبايه هل بتقولي لها مثلا اصل في ناس تقوم واخده العبايه بعد ما لبستها حطها في الغساله عادي مع بقيه ال احنا بقى بنعمل ايه ده بقى الباكينج بقى بتاعنا ان انت بتعملي اوريدي زي الكروت اللي مكتوب فيها التعليمات ايوه ممنوع انا ممنوع الغسيل في كله طبعا انا بالنسبه لي طبعًا. الغسيل لان انا في الاول وفي الاخر انا بشتري قماش مأمنة للتاجر بس انا ما اعرفش برضو اذا كان هينفع ولا مش هينفع فاحسن حاجه وخصوصا بقى في الحاجات دي ما ينفعش دي كلها لازم تروح للدراي وعلى البخار ايوه صحيح يعني احنا كنا بنعاين اتفضل طيب. انا اسفه لا عندي لا. عندي اسئله كتير قوي اسالها لك طيب المحجبات مثلا اكتر خطا بيقعوا فيه مثلا في اللبس او كده بتشوفيه على حسب شخصيه كل واحده يعني هو دلوقتي برضو اصل في ناس تاخد الحاجه وتقوم لابساها زي ما هي كده لا هو الخطا الوحيد ان انت تتصوري ان انت هتبقي زي الديزاينر اللي عارضاه
يعني انا اخداه فانا هلبسه زيك فانا هطلع شبهك. فدي بنعاني بقى منها كتير، اللي تبعت لك تقول لك بس هو مش عليا زي عليك، زي على الموديل او على الموديل مثلا. ما هو انت لازم تعرفي ان هو مش عليا زي عليكي او زي على اي حد تاني، لان الاجسام بتختلف، الروح بتاعت الشخصيه نفسها هي بتبقى الانطباع عليها بتبقى مختلف ما جدا. هنا الامانه والصدق اللي بتقولي عليها النصيحه، انا كل ده بقوله، بقول لك ده ما ينفعش عليكي وده ينفع كل عليك. ده انا بقوله، يعني انا من الناس اللي ببقى بصدق القول في اللي انا بعمله. ولما حد بيجي يستشيرني في شيء بقول له ده ينفع وده ما ينفعش، زي الجرود مثلا. مش كل الناس المليانه تقدر ان هي تلبس جرود، بس نقدر نوفر موديلات في الجلود تتماشى مع الناس المليانه. لان انا مثلا بواجه يعني مش بيصعبوا عليا. يعني انا كده غلط؟ ليه؟ لا طبعا يا ده تمام. لا اصل الجلود ده انا بتكلم على الناس اصلا اللي بتبقى اوفر سايز شويه. انت فاهمه قصدي؟ اللي بتختار اسطات معينه. تعالي نكمل مع بعض. انت قلتي انه اللي هي قلبوزه شويه ما تحطش حزام عشان ما تظهرش ده خالص. الالوان اللي ممكن تسحب شويه او تبينها. لا انا بالنسبه لي تلبس كل الالوان اللي هي نفسها، كل الالوان عادي يعني. لا انا يعني بتقول لك مثلا الابيض هيبينها التخني. لا اصل انا عايزه اقول لك على حاجه، انت في كل الاحوال انت تخينه يعني مليانه او انا رفيعه، هتحرمي نفسك؟ لا مش هتحرمي نفسك، بس البسيها بقى بطريقه حلوه. ازاي؟ اللي هو ما تلبسيش بنطلون ابيض وعليه حاجه قصيره، لا البسي بنطلون ابيض وعليه شميز مثلا يداري مثلا نص الفرد. او المنطول انت قاعده بيه لابسه ابيض، فبس تلبسي كعب عليه شويه مثلا، تلبسي كعب عليه عشان يظهر الشيء اكتر. يعني اغلب يعني انا بلاقي ناس يقولوا اصل احنا بنلبسه على شوزات قصيره. طب ما هي انت اوريدي مضيعه الموديل. في موديلات لما هتلبسي الكعب، حتى احنا الطوال لما بنلبس الكعب بنظهر الشيء، بتديله شيب كده معين وبترفعي كمان. يعني انا ما بنصحش ان حد يميل للالوان الغامقه خالص. انا ما بحبش، انا شخصيا ما بحبش الالوان الغامقه، فبالتالي ما بعرفش الالوان الغامقه. انت قلتي في الفصل انك عمرك ما بتلبسي الاسود وما بتحبيهوش وما بتشتغليش بيه. بجد والله اول ست اشوفها ما بتحبش الاسود. وانا مش اول الاسود والبني يعني. لا ولا البني ما بحبوش ابدا. انا ما بحبش البني خالص. البني ده بقى يعني مع اني حبيت الجراي قوي، الاسود الباب الجراي اللي انت عاملاه كان هندي ده. اصل ده برضو يعتبر فواتح. فواتح يا بس انا الاسود ممكن تلاقيه موجود، بني استحاله تلاقيه موجود. البني ده لون بشع يعني. انا اللي تيجي تقول لي عايزه بنطلون بني انا نفسي ببقى متضايقه يعني ما اشتغلوش. طيب عليا الصيف بتاع عليا بقى الكولكشن هيبقى بيتميز بايه؟ بكل ما هو مبهج كالعاده وكل ما هو مناسب للمحجبات. انا ببقى اكتر حاجه بفكر فيها طول الوقت كعليا بقى، انا عايزه البس حاجه من غير حاجات بس كتير. فبالتالي بدور على اكتر اقمشه مريحه، اكتر خامات ما تشفش، مع ان السنه دي اغلب الخامات كلها بتشف. فبالتالي بحاول كمان ان انا اساعدهم ان انا اخلي البيزك اللي من تحت تبقى خاماته طريه جدا جدا على الجسم. بالظبط هو ده الحل. هي دي اسلم حاجه بالنسبه لي اللي انا ممكن اعملها. دريسات دريسات بقى، والسوت كمان لسه مكمله معانا، الهودي لسه مكمل معانا، السات كمان لسه مكمله صح؟ السات مكمل معانا، الكارجو بانس برده مكمل معانا. يعني لان اكتشفت ان فئه كبيره جدا يعني صغار كبار كله بيلبسوا، فكل ده مكمل. الالوان بقى طب وعامله كارجو بانس للمحجبات يبقى حلو؟ انا عاملاه ازاي بقى؟ انا عاملاه من السنه من الشتاء. عملته عادي، عملته بنطلونات ستريت واسعه وعلى توبات طويله من جنب وقصيره من جنب وفي الكوت. انا ما بحرمش المحجبه من حاجه. والله برافو عليك. بجد تسلم ايدك، والوانك حقيقي مبهجه وحقيقي جميله وفيها لقطه مش مختلفه يعني، مختلفه وما بتتكررش كتير. هو ده اللي وشغاله على اكتر يعني، عبايات ودريسات وسوتس قلتي لي يعني في كذا خط انتاج شغال. هي دي الفكره ان انت ودايما جديد. انت بتقدمي لكل الفئات اللي انت بتتعاملي معاهم كل ما هو جديد. دايما متالقه وبالتوفيق يا رب يا عليا، وكل سنه وانت طيبه وكل سنه وانت طيبه. اتمنى ان الكولكشن يكون عجبكم. جميل جدا جدا، نورتينا خطوه عزيزه. ربنا يخليكي. عليا الخضيري مصممه الازياء الجميله كانت معانا ضيفتنا وهتكون معانا في حلقات جايه ان شاء الله كتير. هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل الكلام عن كتالوج العلاقات ما بين الراجل والست، وامتى لازم ان احنا نبعت نقول ان العلاقه دي غير امنه او العلاقه دي علاقه خطر هتلبسنا في الحيطه. هنشوف الكلام ده مع دكتور محمد هاني في الفقره اللي جايه ان شاء الله. لسه مكملين حلقتنا والستات ما يعرفوش يكذبوا. الحقيقه وصلنا عند فقره العلاقات ما بين الراجل والست. هل للعلاقات الامنه كتالوج؟ يعني هل كل علاقه مهما كانت قوتها لازم ليها
كتاب وطريقه نمشي عليها علشان نضمن طبعا نضمن ربنا في امور في كل حاجه، بس عايزين نضمن نجاح او استمرار العلاقه دي ما حصلش فيها ازمه بعد كده، وطبعا بيبقى فيه ولاد وبيبقى فيه مشكله، ولا العلاقات الضعيفه هي بس اللي بتبقى محتاجه الكتالوج لغايه ما تقوى العلاقه وتاخد تلقائيتها او عفويتها ان حصل ده. الحقيقه الاراء كتيره ومختلفه في الموضوع ده، لكن الراي الغالب انه اي علاقه محتاجه لوحه ارشاديه، كل علاقه محتاجه حدود، ولكل علاقه ليها خطوط حمراء، اذا حصل تجاوز بيحصل مشكله. ايه الكتالوج لعلاقه جاده وامنه وارتباط ناجح مثمر؟ ده اللي هنعرفه حالا من ضيفنا دكتور محمد هاني استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الزوجيه. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بيك، منورنا خطوه عزيزه. بنوركم جميل والله، منورين الدنيا كلها. اهلا وسهلا بيك دكتور محمد. بدايه زي ما قالت ايمان في كتالوج، انتوا بتقولوا ان في كتالوج، بس هل الكتالوج ده ينفع لكل علاقه ولا كل علاقه ليها طريقه ومانيوال تمشي عليها؟ كل علاقه ليها طريقه طبعا، لان العلاقه بتختلف ما بين الناس، يعني في طباع هنا بتختلف عن طباع في علاقه تانية. فممكن ندي نصايح العلاقه دي تمشي، الناس دي يمشوا بيها وينجحوا، نفس النصايح ممكن يديها لعلاقه تانية الناس تفشل فيها، لان اللي بيخلي الموضوع يختلف موضوع الطباع، الطباع البشريه، طبيعه كل شخص. ولكن طبعا العلاقات طبعا ليها كتالوج، الامنه، العلاقات القويه والعلاقات الضعيفه. ما العلاقات القويه دي هي نجحت ببعض الخطوات اللي الزوجين ماشيين بيها. زي ايه يا دكتور؟ واحده واحده. في حاجات كتير جدا، اولها ان انا يعني واحنا عايشين مع بعض لازم نقدم الاحترام لبعض، كل واحد فينا يحترم الطرف التاني وما يحاولش ان هو يقلل منه او يبخس حقه في المشوره او في الراي، ويحاول ان هو يمشي معاه بشويش، ما يستحوذش هو على القرار، ما يستحوذش هو على الحياه، ما يقولش ان انا مثلا رايي، لا، يبقى لازم يكون في انا بقدم للطرف التاني الاحترام. حاجة تانية مهمة جدا اللي بينجح العلاقات التقدير. جميل جدا ان انت تعيش في دنيا ان انت تكون متقدر فيها. أيوة. والتقدير ده مش شرط ان هو يكون التقدير المادي او المكلف بالنسبة لأي طرف من الأطراف. عندنا التقدير في التقدير بكلمة. طبعا. ان انا الامتنان والشكر للشخص ده لو عمل أي حاجة، التقدير ده انا بسميه هو البنزين اللي بيخلي الإنسان يكمل. مش برضو مش في العلاقات، حتى لو كنت في شغل أو في عمل أو بعمل حاجة وحد قدرني او قال لي كلمه حلوه، انا بكون مبسوط جدا وبكون فرحان. لكن اكتر حاجه ممكن بتتعب الناس عموما وبيخليهم ان هم يزعلوا على نفسهم بعد فتره طويله من وجوده في علاقه هو عدم التقدير. صحيح. طب دكتور محمد، ايه اكتر المشاكل اللي بتشوفها موجوده في الازواج الجداد دلوقتي اللي هم لسه متجوزين؟ اكتر مشاكل بتقابلها كومن قوي بين الناس بالنسبة للأزواج المتجوزين، إن في حد فيهم لسه ما فهمش يعني إيه مسؤولية. هو قصة إن هو بس كان بيتجوز وفرح بقى وهيصة وحاجات من دي. إحنا سهل جدا نتجوز وعادي جدا، الدنيا بسيطة وبتتلم، بس الصعب جدا إزاي إن إحنا نحافظ على بيت ونبني بيت. صحيح. ونكمل. ففي بعض الأطراف ما بيكونش شايل المسؤولية، مش فاهم يعني إيه مسؤولية زوجية. وفي بعض الأطراف بيكون فاكر إن أنا بوفر فلوس يبقى هي دي المسؤولية. ومع الوقت بيحاول ان هو من غير ما يحس او من غير ما يقصد بيحمل المسؤوليه على الطرف الثاني. فالطرف الثاني بيبدا يشيل، وبعد فتره معينه بيجي يقول لك انا ما مش قادر اعمل حاجه. انا خلاص انا وقعت. والطرف الثاني بيكون اتعود ان هو ما يشيلش. فلما نيجي نقول له بقى تعالى شيل دلوقتي يقول لك منين اجيب، ما عنديش طاقه ان انا اعمل ده. فالقصه كلها في العلاقات الجديده عدم تحمل المسؤولية. وانا عايز الناس لما تكون بتقدم على الجواز، هو مش موضوع ان انا يعني هتجوز وخلاص، او ان انا لا، الجواز ده مسؤوليه، لازم تبقى انت فعلا مقتنع 100% ان انت هتقدر تشيل المسؤوليه. والمسؤوليه دي في مسؤوليه زوجيه، مسؤوليه عاطفيه، مسؤوليه ماديه، مسؤوليه مجتمعيه، مسؤوليه مشاركه، حاجات كتير جدا، لان ده بيت مفتوح. مش موضوع ان انا اوفر ماده واكل وشرب، انا معايا طرف تاني عايش معايا. الطرف ده ليه مشاعر، ليه اهتمامات، ليه بعض الاحاسيس لازم احسها ناحيته، هو برضه يبادلني نفس الشعور. ولما هي الجمله البايخه بتاعت هو انت ناقصك ايه، ما انت كل حاجه عندك. أيوة. انا منقصك ايه؟ ونسي انه في اهم حاجه اللي هو المسؤوليه العاطفيه زي ما حضرتك قلت. بس طبعا. ساعات في فتره الخطوبه يا دكتور محمد
بيبقى في طرف فيهم شويه توكسيك او شويه خبيث لئيم، يبتدي ان هو يقيس اللي قدامه، يقيس قدرته على التحمل. طب انا هاجي عليها شويه هشوف هتستحمل ايه، ده استحملت، طب اقرص حته كمان، طب هبتدي بقى ايه في ان احنا نرسم حياتنا الزوجيه، فابتدي اشوفها هي عندها استعداد تشارك بقد ايه، فاضغط شويه لقيتها قبلت فيضغط زياده، وعمال يقيس كل ده، بحاول ان هو يحمل اللي قدامه فوق طاقته. وساعات انه في زهو العلاقات في اولها، وخصوصا الستات بقى تعمل فيها جامده وبتاع، لا وانا اشيل وانا معاك، جميل انك تشيل وجميل تبقي معاه وكل حاجه، بس في منطقه معينه هيحصل فيها عدم توازن اكيد. بس صدقيني هو مفيش حد بيتغير فجاه، هو احنا بس كل الحكايه ان احنا بنقفل عين القلب، وبعد فتره معينه بنشغل عين العقل. ايوه، فبنبدا نشوف الحاجات اللي احنا ما كناش شايفينها في يوم من الايام. ما الحاجات دي بتبقى تظهر لما بتلاقي حد بيحمل عليك، وحد عايزك تشيل مسؤوليه، وحد شايل ايده من كل حاجه، ما الحاجات دي بتبقى موجوده. بس زي ما يقول لك كده مرايه الحب عامية، احنا بنبقى شايفين بس بنقول لك ايه يمكن يتغير بعد الجواز. هو مفيش حد بيتغير بعد الجواز، لان هو داخل دي طباعه. وفي وقت معين هتلاقي الشخص اللي معاك يقول لك ايه، هو انا كده، دي طباعي، انا اتربيت على كده، انا اتعودت على مش كده، مش عاجبك خلاص. هيحصل مقاومه بعد ما نكون بقى عندنا اسره والموضوع بقى صعب شويه. طب خلينا نقول للبنات النهارده اللي بيخطبوا، خلي بالك من الشخصيات دي، لان مفيش حد بيتغير. طب سي اتغيرنا، وفي كتالوج بقى عندك يا دكتور محمد لحل الازمات، يعني سي واحده اتجوزت واحد عنده نرجسيه شويه، وخصوصا معلش عايزه اقول معظم احنا في مجتمع شرقي وذكوري ايضا، فاهم ان هو لما يبقى بيؤمر وينهي طول الوقت، وانا وانا وانا، يبقى هو دي هي دي الرجول. تعمل ايه بقى ست؟ بص، هو الشخص النرجسي هو يتعاش معاه، ممكن ممكن يتعاش معاه. هقول لك ازاي. ايه الشخصيه اللي تمشي معاه؟ ايه افهمك ازاي؟ بس تبقي ايه بقى، صماء بقى؟ هقول لك حاجه، احنا كلنا نرجسيين على فكره، بس بدرجات. احنا كلنا انا وما بعد يتفق. احنا كلنا عندنا الانا، بس هي بدرجات محدده. بالظبط، في حد عنده قمه الانا بتبقى عاليه جدا، فده اللي ما بيشوفش حد جنبه. لكن في طبيعه الانسان وفي طبيعه خلق الانسان البشريه، نفسك بيبقى عندك حب للذات، صح؟ طيب النرجسي ده، في ناس كتير ما كانتش يعني متخيله ان هي تبقى عايشه مع شخص نرجسي اللي هو عنده الانا وجنبي مفيش اي حد. بس ده يتعاش معاه ازاي يا دكتور؟ انا دلوقتي في حياه وما ينفعش ان انا اتطلق فيها، وعندي اولاد وعندي اسره. طيب النرجسي ده بيحتاج الترويض، اروضه. لازم اروض الشخص النرجسي. انا ايه بقى، اقعد اغذي؟ لا، انت عظم هو واحد. انا اغذي كده، ده انا بعلي النرجسيه اكتر. لا، انا لازم افهم ان هو شخص نرجسي. كون ان انا فهمت ان هو شخص نرجسي، 50% من اللي هو بيمارسه عليا مش هيقدر يوصل معايا ان هو يخليني ادخل في حاله صعبه، لان انا فهمته. طب اعمل ايه؟ الاول انا ما كنتش فاهمه، اعمل ايه بقى؟ اول حاجه يعني الشخص النرجسي ده هو طبعا ما بيجيش بحته ايه، ان انا دايما ايه يبقى ند الند، النديه ان انا اقف قصاده، لا. انت بتتكلم، انا برضو من حق ان انا اتكلم، بس انا عندي ثبات انفعالي، ومش هوصل ان انا اضغط واعمل مشكله كبيره وخليك توصل لحته الانا. انا هعاملك بذكاء نفسي زي ما انت بتعاملني، وبترمي عليا مسؤوليات وعايز تمشي كلامك، انا برضو ليا راي، وعاملك بذكاء نفسي بنفس طريقتك بالظبط. المشكله في ايه بقى؟ ان الشخص ما بيكونش فاهم ان ده نرجسي، فبيقول لك ايه، انا بضغط على نفسي عشان بحبه، هستحمله علشان بحبه، همشي كلامه علشان بحبه، هشيل مسؤوليات كتير علشان بحبه. هو مش فاهم ان هو نرجسي. كونك ان انت تفهم ان الشخص اللي معاك ده نرجسي، انت تعرف تعيش معاه لما تعامله بنفس طريقه تعامله. ذكاء نفسي، وعندك ذكاء نفسي في العلاقه، انت عايز تمشي كلامك. هل النرجسي ده اصلا بيسمع؟ يعني هو ما بيسمعش غير لنفسه. بص انا اقول لك حاجه، النرجسي ده على فكره سهل ان احنا نحتويه شويه. هقول لك ازاي. بيبقى عامل زي الطفل كده اللي بيبقى عنيد وعايز يمشي كلامه، وانا لازم اعمل الحاجه دي، بس انا لو خدته في حته تانية انا همشي اللي انا عايزه. بس خلي بالك ان دي يا دكتور محمد اسحبه وامشيه واعمل، انا حاسه ان دي خطه لمعركه نفسيه. ما هو ده برضو بيحملني جهد نفسي كبير جدا عشان ارسم له خطه اقدر بيها ان انا امانج او ان انا ادير العلاقه دي، طالما ان انا خلاص ما باليد حيله. في كلا الحالتين انا عايزه مجهود نفسي. طبعا. بس في حاله منهم بحافظ على البيت، الحاله اللي انا هستسلم فيها. يعني مثلا ايه، هو بيحمل عليا وانا مش بعرف اتعامل معاه،
فبالتالي بتحمل ضغط نفسي، باجي على نفسي كتير، ممكن اشيل مسؤوليات كتير، بوصل لمرحله معينه ان انا مش قادر، فخلاص البيت ده بيتهد، وهو بعد فتره معينه بيكون شايف ان الحاجات دي معتقدات، فمن هنا بيجي الطلاق. طب للناس اللي هي مش عندهاش القدره النفسيه او الرفاهيه النفسيه اللي تخليها تقعد تدير المعركه بالشكل ده، المعركه النفسيه دي، فهتروح رايحه لمنطقه تانية اللي هي فن التجاهل، الاستسلام. لا التجاهل، ما هو التجاهل ده يبقى مش حياه. التجاهل حل احيانا؟ لا، ما هو مفيش حياه. لا، وهيوصل للانفجار. ومفيش حياه، انا بتجاهل شخص عمال يضغط عليا وعمال يعمل معايا حاجات كتير جدا. طب ما انا ماشي في حاجات، في حاجات وقت العصبيه ممكن اتجاهلها، لما ينفعش اتنين عصبيين يقفوا قصاد بعض، صح. لكن في بعض الاوقات التجاهل ده الشخص اللي قدامي بيعتبره ضعف، ان انا ضعيف وان انا مش قادر طبعا اعبر عن اللي جوايا ومش قادر ان انا اكمل. لكن يعني اللي احنا بنقوله ده علشان الناس تبدا تتعامل. عايز اقول لك حاجه، انت بتقولي مجهود نفسي، اي حاجه في الدنيا محتاجه مجهود. اي حاجه بنعملها، شغل، حياه، حتى لو بنعمل اكل حلو بناكلها محتاجه مجهود. بس دكتور محمد، انا اسفه ان انا معلش هقطعك، انا مع ايمان في حاجه، احنا كل حاجه فعلا بنحتاج ليها مجهود، بس لما تبقى العلاقه اللي انا عايشه فيها 24 ساعه حياتي كلها، ان انا بعمل خطه عشان اعرف اتعامل مع الشخصيه دي، ما هو في الاخر انا هيجرى لي حاجه. طب اقول لك حاجه حلوه، يعني ممكن يجي لك، يعني دايما تلاقي مثلا امراض السكر، ضغط، مناعه، الامراض دي كلها بتيجي من الاسترس العصبي. اقول لك مثال كده هفهمكم الخلطه بتاعه النرجسي. ماشي. ممكن يبقى فيه طرف نرجسي وطرف مش نرجسي. الطرف التاني ده بيحب بإخلاص وبضمير جدا. جه الطرف النرجسي ده مثلا تعب، هتلاقي الطرف التاني ده تحت رجله ومهتم بيه اهتمام مبالغ فيه. جه بقى الطرف التاني اللي هو مش نرجسي تعب. النرجسي ما بيعرفش يهتم طبعا، فمش هيعمل معاه زي ما هو عمل معاه أثناء تعبه. فمن هنا الشخص التاني بيزعل على نفسه. طب ما أول حاجة نقلل الاهتمام المبالغ فيه، مش لازم اكون اوفر قوي في مشاعري واوفر في اهتمامي واوفر في تصرفاتي. هيحصل برود يا دكتور. مش برود في العلاقه، لا لا، ان انت هو مش هيديني تظبطي الموضوع، هو مش هيديني الناحيه الثانيه. يعني لو اديته 100% حب، هو اخره يديني 20-30% حب طبعا، لانه حاطط نفسه ال 70%، ولن يرضى الا ان تتنازل. يعني عايز شخصيه دايما بتتنازل. ما هو انا ببدا بقى معاه من البدايه اهو. انت بتديني 30% انا بديك 30%، انت بتديني 100% هديك 100%. مشكله النرجسي اللي بيبقى معاه طرف معطاء، فالطرف المعطاء ده بقى بيقعد يدي بيدي. انت بتيجي تستنى من الطرف اللي قدامك، انت مش هتلاقي، لان الطرف اللي قدامك ما بيعرفش يدي. ساعات بنتخيل ان هو قاصد، هو مش قاصد. لا، والمعطاء بيجي في وقت خلاص بيبقى جاله، هو مفيش تقدير، هو مش قاصد، هو بيتمحور حول نفسه، هو نفسه الاول، وبعد كده يبدا يدي اللي باقي من نفسه، الفتافيت الصغيره للناس اللي موجوده معاه. النرجسي بس في حته ممكن تكون صعبه، دي اللي بتتعب الناس في التعامل شويه، ما عندوش ثقافه الاعتذار. ما دي كارثه. دي بقى هي دي اللي ممكن توصل ان يحصل مشاكل كتير جدا. يعني هو يغلط ويجي على كل الناس اللي حواليه، ولما تيجي تقول له ان انت غلطان في الموضوع يبدا يهاجمك، وممكن يعمل اسقاط، يقول لك لا ما انا عملت ده عشان انت عملت كذا. ما هو بيعمل اسقاط، يبتدي يقلب بالترابيزه ان انت السبب. لا، او بمعنى تاني، ان انت لما بتعوده على اهتمام مبالغ فيه ومشاعر مبالغ فيها، ولما يلاقيك ان انت ابتديت تقل، يجي يقول لك ايه، اسقاط تاني اهو، على فكره انت اتغيرت. بالظبط، فيحطك تحت ضغط نفسي طول الوقت ان انت مقصر. ترجع تاني تخش في نفس الدايره اللي انت كنت فيها، علشان انت شخص معطاء، فانت بتحس بالذنب. انا فعلا مقصر معاه. انا فعلا اتغيرت. فيرجع يسحبك تاني، او يرمي لك كلمه يقول لك ايه، انت ما بقتش تحبيني زي الاول. دي معركه نفسيه. طب انا عايز اخد بقى الشخص ده النرجسي ده من اول الخط. معلش اسمحوا لي بقى ناخده من اول الخط كده، لان في الاخر تربيه الام كانت غلط. هو النرجسي ده كان نرجسي مع امه اولا، هي دلعته طبعا، افرطت في تدليله، علمته الانانيه. هتلاقي معاملتها مع البنت مثلا غير الولد. لا، غير الولد بيعمل كذا، لكن البنت لا. بس هو الولد تحديدا علمته للعالم كله بتاعه، وان كل حاجه من حقه، حتى هي شخصيا من حقه، الفلوس اللي في البيت من حقه، وعلمته كل حاجه بقى خطيره بقى جدا. فده بيكبر، ان انت لما تغلط ما تعتذرش. كيان ضخم بقى. هو في امهات كده مثلا لما ابنها يجي يشتكي من المدرسه، حد عمل ان هو مثلا حد اشتكى منه، يعني ان هو ضرب حد،
ممكن الام تقعد تفكر في حاله دفاعيه تلف اللفه وما تخليش ابنها يعتذر. انا ابني ما يغلطش وما يعتذرش. انا بس بقول للستات ما تربيش نرجسي عشان الست تدعي لك بعد كده. يعني نحاول انا عايزين ناخد الشخص النرجسي ده من اول الخط. الام تتعامل معاه ازاي وايه الاخطاء اللي الام بتعملها في التربيه؟ الشخص النرجسي ده من البدايه اصلا في جينات الوراثيه. لان النرجسيه طبعا من الطباع فده جزء من جينات الوراثيه. هتلاقي الاب او الام نرجسي اصلا. وتربى على النرجسيه. كان في حد منهم اللي هو ايه، انت الناس كلها تتاسف لك، انت ما تعتذرش لحد. وفي نفس الوقت جزء من النرجسيه كان بيكون متقمص شخصيه الضحيه. الناس كلها تهتم بيا، الناس كلها تعمل لي، الناس كلها تجيب لي كل حاجه. شخص الضحيه ده لو جبنا له ما بين السماء والارض عمره ما هيشبع. طبعا بدليل ان انت كده هتلاقي حد يقول لك ايه، انا معايا حد انا مهما عملت له مش شايف اللي انا بعمله. التلو صوابع العشرة شبع وما بيتمرش فيه. هنروح لفاصل ونرجع نشوف بقى شخص النرجسي ده ازاي الام لما تستشعر انه عندها ابن نرجسي تبتدي تتعامل من ده عشان تعدل مساره من صغره. او لو بنت نرجسيه برضو، ساعات الستات بتبقى نرجسيه قوي بتعمل مشاكل كتير. هنشوف الكلام ده بعد الفاصل ان شاء الله. لسه مكملين حلقتنا والستات ما عرفوش يكذبوا. بس الستات بنقول لهم دلوقتي يربوا صح ازاي عشان ما تربيش في بيتك نرجسي او نرجسيه يطلعوا يتجوزوا بعد كده يعملوا مشاكل في حياتهم للناس ولنفسهم طبعا شيء طبيعي. دكتور محمد هاني لسه منورنا. نعمل ايه؟ الست تربي ازاي لو حست انه في بوادر نرجسيه؟ تقومها ازاي؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، واهم حاجه ان اي حد فينا سواء بيربي ولد او بنت يربيهم على حاجتين، الاحترام والحنيه. الله. بس الخلطه دي حتى لو في حاجه جينات، يعني حتى لو في حاجه في جينات سبب من اسبابها نكون في جينات الاب مثلا كده. ما انا بلحق يعني ايه، انا لما ربي ابني على الاحترام لما بيكون موجود في البيت يحترم اخوه الصغير والصغير يحترم الكبير، وما ينفعش ان في حد يتجاوز في حقوق الطرفين مع بعض. دي حاجه، دي مهمه جدا. يبقى انا كده بكسر حده ان انا عندي ولد نرجسي او بنت نرجسيه. ليه؟ لان انا علمته في حاجه اسمها احترام، فانت لما هتغلط هتعتذر. لكن لو انا مفيش احترام داخل الاسره فمفيش حد يعتذر لحد، فتلاقي الدنيا كلها سايه. حته الحنيه دي ان احنا نحس ببعض، يعني لما يكون ليك اخ في البيت فانت هو تعبان فانت زعلان عليه ومتاثر، وبرده انت الناحيه الثانيه لما يكون اخوك نفس القصه هيتاثر بيه. فانت لما تيجي في يوم من الايام تفتح اسره هيكون معاك ناس هتتاثر بيهم وهتزعل عليهم وهتبقى حنين. طب دكتور محمد حاجه ثانيه، سقف التوقعات دايما حاجه ضحكت اهو. دايما اي اتنين بيبقوا داخلين علاقه زوجيه بيبداوا علاقه زوجيه بتلاقي البنت عندها توقعات وهو عنده توقعات، بعدين بيصدموا بالواقع المرير بقى فتبتدي العلاقه تبوظ. حاجه بتنصح ايه في الموضوع ده بالذات؟ هو بلاش طبعا نرفع سقف التوقعات، لان مفيش حد في الدنيا كامل. احنا كلنا ربنا خلقنا في الدنيا بني ادمين غير كاملين، وكلنا عندنا اخطاء، فما ينفعش ان انا اتلاشى اخطائي او اعمل ما اشوفهاش وابدا اشوف اخطاء الانسان اللي قدامي واتلكك عليها وامسكها له. أيوة. طب ما انا برضو بغلط والشخص اللي قدامي بيغلط. عارفه اجمل حاجه في الحب ايه؟ او اجمل حاجه بتخلي الحياه تعدي، الحياه الزوجيه، ان الاتنين بيغفروا اخطاء بعض. حتى لو الغلطان ما اعتذرش. حضرتك قلت فيه صفه وحشه قوي في بعض الناس سواء هي او هو، انه ما بيعرفش يعتذر. هتكمل معاه ازاي؟ لا، ما هو اللي ما بيعرفش يعتذر ده هو خلاص بيدي للطرف الثاني، بيقول له مع الوقت ما تكملش معايا. طبعا مش كده؟ ما انا بقى يقفل يعني الباب بتاع التصالح، يقفل الباب او مش هنحل الازمه. والطرف الثاني لو قعد يديله فرص مع الوقت رصيد الفرص هيخلص، بدليل ان احنا بنلاقي ناس بتيجي بعد فتره معانا وقفوا ومش عايزين يكملوا الحياه، ولو عملنا معاهم ايه خلاص الرصيد خلص بقى. رصيد خلص. لانك انت ما كنتش بتطبطب، ما كنتش بتعتذر، ما كنتش بتعترف بغلطك. وفي حاجه كمان اللي هو الخطا المتكرر. ما هو ده برضه ما انا اسامحه ازاي؟ يعني انت في خطا انا قايل لك من يوم ما كنا مع بعض، ملوش كتالوج ده، ملوش كتالوج. يعني انا قايل لك ان انا ما بحبش الشيء ده او ما تعملش الشيء ده. انت مصمم في كل مره ان انت تعمل الشيء ده،
فانت لما خلاص انت لما هتيجي تعتذر لي ما انا عارف ان انت بعد الاعتذار ده هتعمله برضه. الشيء ده خلينا نقول ان هو بيبقى اكيد حاجه سلبيه جدا، زي انه الخيانه لا، الكذب لا، الصوت العالي لا، والعصبيه الهمجيه في النقاش لا، اكيد بيكون حاجه سلبيه. بس في بعض الاحيان بنبص نلاقي انه بيبقى في طرف في العلاقه بيجي قبل الجواز في ساعه الخطوبه بيبتدي يقيس اللي قدامه، فيبتدي يشوف هي هتفضل تتنازل لحد فين، فيجي مثلا قايل لها وعارف ان بتحب شغلها مثلا يعني، لا بعد الجواز مش هتشتغلي بقى، طب بعد الجواز هتغيري ستايل لبسك عشان مش عاجبني، بعد الجواز بلاش بقى صاحباتك دول عشان انا مش مستريح لهم، بعد الجواز لا مفيش حاجه اسمها خروج مع العيله او سفر مع العيله، هيشكل على الاهل بقى كمان، فهو عمال كل شويه ياخد خطوه. فهي ممكن طبعا تكون في زهوه العلاقه، في بدايه العلاقه هي مبسوطه تمام حاضر حاضر، وتعتقد ان هو ده بس طلباته، لكن لا، الطرف ده او الشخص ده مش هيبطل طلبات طول الوقت لحد ما نيجي نشوفها بعد 3 4 سنين نلاقيها بقت واحده تانية اصلا. صح. اقول لك حاجه، ما هو انا لما بدي فرصه اللي قدامي بقول له ان انا بتنازل وباجي على نفسي وبسمع كلامك، انا بعلي سقف التوقعات والطلبات في الشخص اللي قدامي. طبعا. فبيبدا مثلا فور جرانتد كده اللي هي مسلمات، هي خطوات بقى. يعني النهارده لقاني، على فكره انا عايز اقول لك حاجه، ده في الامور العاديه، لو انا جيت طلبت منك طلب دلوقتي ولقيتك متساهله ومتسامحه والدنيا زي الفل، صح؟ ده انت بتنشن على الشخصيه اللي هي يجي منها. خلينا ان هو نقول ما بيجيش صدفه، ده هو بيختار الزوجه او الخطيبه اللي هيجي منها وهتقول حاضر وهتتنازل. غير كده مش هينفعه. ما هو في حاجه، ما هو هو بيكون شايف ان شخصيتها مثلا مش قويه فيبدا ياثر عليها. يعني مثلا انت يعني هنتكلم برضو تبادل، يعني انت دخلت ترتبط بواحده دي كانت مثلا بتشتغل وستايل لبسها مثلا كان معين مثلا عجبتك بالوضع ده، ايوه صح، انت جيت بعد كده إيه انت شفت خلاص انت رحت خطبتها وقريت فتحتها وهي بالستايل ده، ماشي ليك بعض التعديلات مفيش مشكله، انت راجل زي الفل، بس مش اللي هي التعديلات الجذريه. يعني مثلا ايه، انا عارف ان خطيبتي دي عندها طموح وعايزه يبقى ليها مستقبل، فاجي اقول لها ايه بقى، انا هقطع لك شجره الطموح، انت اصلا مش هتنزلي من البيت، ما هتستحمل ازاي؟ هتقول له لا انت كده يعني حتى مش الامور مش جايه بالراحه، او حتى بتطلب مني مثلا لو انا بتاخر مثلا في الشغل مثلا ساعتين ثلاثه بتقول لي بعد اذنك مثلا ايه ما ينفعش التاخير، فببدا اعدل نفسي، لكن انت جاي وعارف ان الشخص ده طموح فانت بتقتله طموح، يبقى انت كده بتطلب حاجات مستحيل. ما ده من الحاجات اللي بيحصل فيها طلاق. لكن انا دخلت ارتبطت بحد انا من الاول كاشف شايف فيه بعض الحاجات المعينه بتعامل بيها وبقلل على قد ما بقدر، لكن ان انا امنع حاجات موجوده عند الشخص التاني لا. هي ليه ما ناخدش بعض الباكج كومبو كده على بعضنا، ما نغيرش حاجه، ما كانش يبقى في مشكله يا ايمان. بالظبط، ما كانش يحصل. انا عايزه بس الدكتور يوضح للناس الفرق ما بين التنازل والتضحيه. الاثنين في ناس بتخلط ما بين الاثنين. عايز اقول لك حاجه، التنازلات هي مستمره طول الوقت، جيت على نفسك في حاجه فانت بتتنازل، ما تعملش دي النهارده فانت بتتنازل، ما تخرجش ما انت بتتنازل. التضحيات دي اللي بتيجي في الازمات. ايوه. ازمه، انا تعبت وقعت من طولي مرضت محتاج ان شريك حياتي يقف معايا. هل ان شريك حياتي هيضحي معايا ولا هيقول لي لا انا ما اقدرش ما عنديش ان انا اعمل؟ من هنا بقى بيبدا الناس تتغير وعين الحقيقه بتنكشف، سواء هيكمل او سواء مش هيكمل. لانه خلاص شاف ان الشخص اللي معاه هو مرض مثلا تعب، وشاف ان الشخص اللي معاه هو مش سانده، فبيجي يقول لك ايه، هو انا مكمل ليه اصلا في الحياه دي؟ لا. لكن التنازلات دي هي حاجه موجوده كلنا بنعملها طبعاً. بنتنازل عشان الدنيا تمشي والدنيا تعدي، ولكن التضحيات هي بتحصل عند المواقف والازمات، فمن هنا احنا بنعرف مين معانا مين مش معانا، مين واقف في ظهرنا، مين سندنا، مين يستاهل ان هو شريك حياتنا، مين يستاهل يكون موجود في دايرتنا، مين ما يستاهلش. ده دي اللي بتقيس طبعا. احنا الحقيقه الكلام في الموضوع ده محتاج حلقات وحلقات، تنورنا تاني ان شاء الله نتكلم فيها عن العلاقات بين البنت والشاب، وخصوصا في فتره الخطوبه لانها على اساسها بتحدد امور كتيره جدا. نورتنا وخطوه عزيزه دكتور محمد هاني استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الزوجيه، شكرا لحضرتك. وفاصل، هنرجع بعد الفاصل مع نور البرنامج الحاجه ياسمين الحصري، هتكون معانا ان شاء الله، وهنتكلم على فضل الاعمال الخيريه في الشهر الكريم. احنا في شهر شعبان بترفع فيه الاعمال ان شاء الله، وايه اكتر خطوات ممكن تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى في معاملاتنا مع الناس او في الاعمال اللي احنا نقدر نعملها حتى لو كانت بسيطة، بس هي عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة قوي. فاصل ونكمل.
لسه مكملين حلقتنا استاذ ما اعرفوش اكذبوا. الحقيقه انه احنا في شهر كريم، في يعني ايه اعمالنا بترفع في شهر شعبان، وازاي يكون الشهر ده فرصه حقيقيه علشان نبيض فيها الصحف، صحائفنا عند ربنا سبحانه وتعالى، اعمالنا المفروض تكون ايه عشان نستعد لشهر رمضان الكريم ان شاء الله. هل صدقات صحيح ان هي بتمحي الذنوب؟ ومن احب الصدقات الى ربنا سبحانه وتعالى صدقات شهر شعبان. اشمعنى شهر شعبان؟ فقره اسبوعيه بتتجدد الحقيقه مع نور البرنامج الحاجه ياسمين الحصري، هتقول لنا نعمل ايه وافضل العبادات والطرق اللي بيها نبيض صحيفتنا عند ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت نتقرب بيها لربنا. حضرتك منورانا، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بالصحه والسلامه. بسم الله والحمد لله. الاول ياسمين منورانا، كل سنه وحضرتك طيبه. وعايزه اعرف من حضرتك ليه كان شهر شعبان مفضل جدا عند النبي عليه الصلاه والسلام، وكان بيعمل ايه في الشهر ده؟ حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا المره اللي فاتت ان ربنا جل جلاله التفضيل والاستفاء الا يعلم من خلق، لان طبنا ربنا سبحانه وتعالى يعني فعلا جعل ان في افضليه في الشهور وفي البشر وفي الاماكن. وزي ما قلنا المره اللي فاتت ان مثلا الاماكن المقدسه لها افضليه، اللي سبحان الله الشهور ايضا زي الاشهر الحرم، الشخصيات يعني حتى الرسل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وافضل خلق الله سبحانه وتعالى. وممكن واحد حتى في الاشخاص العاديين تلاقي واحد مميز بحاجه، واحد ربنا فضله مثلا بعلم، واحد فضله بسم الله ما شاء الله بحكم ومثل باختراع، ربنا فضل حد مثلا سبحان الله بقوه يعني كده مغايره للاخرين. فالمهم ربنا سبحانه وتعالى قانون التفضيل والاستفاء ده زي ما قلنا المره اللي فاتت ان ده اجراه ربنا على كل الاجناس والاماكن والازمنه. فشهر شعبان الحقيقه لانه زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ان ذلك شهر يغفل فيه الناس او يغفل الناس عنه، لانه بين شهر الحرم اللي هو شهر رجب وبين شهر رمضان، فالناس في هذا الشهر بتبقى الى حد ما بعضهم في غفله، يعني ما بيتقنوش العباده، ما بيتقنوش سبحان الله زي ما كانوا في الشهر الحرم مثلا، يعني عارفين ان في الجزاء عظيم جدا، وعارفين ان في الحسنات طيبه، وعارفين ان في اشياء ممنوعات ومحظورات في هذا الشهر. وكذلك مثلا شهر رمضان ده من افضل الاشهر، والناس بتبقى مقبله عليه بالخير وصدقات والاعمال الصالحه. شهر شعبان سيدنا النبي لانه ادرك ان كثير من الناس بتغفل عنه، فسبحان الله بيبقى وبترفع فيه الاعمال. ترفع فيه الاعمال، هنقول بعد كده بترفع في الاعمال بس مش في شهر شعبان، ولكن ايضا في اوقات متعدده هنذكرها. فسيدنا النبي قال ان هذا الشهر يغفل الناس عنه لانه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الاعمال والى الله، وانا احب ان يرفع عملي وانا صائم. ايوه يعني ان الصيام، لان الصيام ده من العباده الوحيده، يعني كل الاعمال سبحان الله الانسان بيدرك ثوابها وجزائها الا الصيام، فانه لله سبحانه وتعالى. يعني الصيام بالذات ده بينك وبين ربنا جل جلاله، فربنا سبحانه وتعالى بيحب بقى انه يكثر من الصيام في هذا الشهر عشان يرفع عمله صلى الله عليه وسلم طبعا في هذا الشهر. ادي الحكمه من ايه، من ان حته الاعمال بترفع في هذا الشهر. وفي شهر وفي هذا الشهر ايضا طبعا زي ما هنتحدث ان في تحويل القبله. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها، هنتكلم عنها سبحان الله، لان القبله كانت طبعا اول القبله كان في القدس، لكن سبحان الله رب سيدنا النبي كان قلبه معلق كده طبعا بالله ثم بالاماكن الطيبه اللي هو ولد فيها، وعارف ان ده بيت الله الحرام، وكان حتى لما بيصلي في الكعبه كان دايما يتوجه الى ايه، ناحيه القدس من الكعبه طبعا من خلال الكعبه، وكان دايما يقلب وجهه كده في السماء. فربنا سبحانه وتعالى نوع من جبر الخاطر ليه ان جعل القبله للمسلمين هي سبحان الله لبيت الله الحرام في الكعبه. الشهر ده بنقولنا اللي بترفع فيه الاعمال، الاعمال بترفع سبحان الله يوميه واسبوعيه وشهريه.
بمعنى يوميا كل الملائكة سبحان الله بتأتي للإنسان المسلم طبعا ساعة صلاة عن صلاة الفجر لصلاة العصر، تبتدي كده ترفع سبحان الله يقول يا رب تركتك تركت عبادك وهم بيصلوا، وكذلك برضو في صلاة العصر بترفع الأعمال، بتبقى في ملائكة يتناوبوا علينا من صلاة الفجر لصلاة العصر. ادي اليومية. الاسبوعية كل يوم خميس، عشان كده سيدنا النبي كان بيصوم ايضا يوم الخميس لانه بترفع فيه الاعمال. في بقى الحساب الختامي بقى بتاع الانسان، يعني ده حساب شهري وده حساب اسبوعي. الحساب الختامي بقى للانسان طول السنة بيبقى في شهر شعبان. يعني لازم الناس تدرك بقى ان هذا الشهر الحقيقة ليه من الحقيقة من الكرامات وليه من الافضلية لو الانسان فعلا تنبه للخير اللي هو فيه. تخيلي بقى ان انت مثلا يعني حسابك بقى طول السنة بتقعدي بقى تتفكري، تقعدي تذكري، تعرفي ان تبتدي تجودي في عملك بقى، لان الحساب ختامي قلنا. وده بالك، فمن ادرك هذا الشهر الحقيقة يبقى حريص دايما على الاعمال الفاضلة. يتأسف سيدنا النبي في الصيام، اللي ما يقدرش يصوم طبعا، ودي طبعا ايه، دي إمكانية جسدية لكل البشر، يعني لقصدي للمؤمنين، الفقير والغني يقدروا، اللي إلا إذا كان عنده سبحان الله يعني أي عذر صحي أو كده يبقى في أشياء أخرى تنوب عن الصيام. وهي أفضل أعمال بقى منها إيه في هذه الأوقات؟ طبعا في أوقات المحن، في أوقات العوز، في أوقات الشدائد بيبقى سبحان الله الصدقات، صدقات طبعا. والصدقات دي يعني الحقيقة لو الإنسان يدرك قيمة الأعمال اللي فيها صدقة، اللي فيها بر، اللي فيها يعني والآيات، وسيدنا النبي كان يحض المسلمين ويحض المؤمنين على كثرة الصدقة. الصدقة من الصدقة مش بس مال، لا ده صدقة سبحان الله قولية وعملية، يعني الكلمة تبسمك في وجهك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، إغاثك بأي ملهوف صدقة، إماطة أذى في الطريق ولا أي حاجة سبحان الله لقيتيها كده يعني هتسبب ضرر، وكونك تقومي على مثلا على أنك تحمي الناس منها مش بس في الشارع، مجرد في شقتك مثلا ما توديش مثلا لا قدر الله، كنا بنشوف زمان يحطوا الـ يعني ايه بقايا الاكل وبقايا البتاع والسلم يبقى مش كده مش مظبوط، فيه ممكن واحده واكله موز ولا حاجه حد يتزحلق تبقى شغلانه، يعني فيها اذى كتير، اماطه الاذى، اماطه الاذى من في اي يعني في احوالنا كلها اليوميه ومعيشتنا، ده برضو الحقيقه بتاخد فيه اجر كانها من افعال الخير. الذكر يعني أبسط الأشياء، وبعدين ديننا دين الإسلامي ده جميل جدا، ما تركش أي حاجة سبحان الله من أول ما بتصحي من النوم تدعي، تدخلي الخلاء حتى تدعي، الأذان جدا تدعي، تلبس تقول دعاء، اللبس دعاء، ما بقول لحضرتك في كل حاجة، في لبسك، في شربك حتى وانت بتشربي، في سبحان الله لما تيجي تنامي سبحان الله، وانت بتركبي اي مواصله، يعني الذكر ده ملازم للانسان في كل احواله، ما فيش حجه لاي حد، ادي بقى ما فيهاش فلوس بل فيها حسنات كبيره جدا. ونقدر نقول بعض هذه الاذكار طبعا ان شاء الله باستفاضه، يعني في كل احوال المسلم والمؤمن الذكر ده سبحان الله. وبعدين كان واحد مثلا بيسال سيدنا النبي يقول له شرائع الاسلام كترت عليا، قول لي حاجه واحده بس كده اقدر، قال له اجعل لسانك رب ذكر الله. الله، مجرد ما بتقولي سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، الله اكبر، يعني لسانك على طول كده، ومش لازم تبقي مثلا في مجتمع او في راكبه مواصلات ماشيه بتتريضي، لسانك ده على طول على طول متواصل بذكر الله. الصلوات على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، اصلك لما بتصلي على سيدنا النبي طبعا زي ما قلنا قبل كده انها بتذيل الهم وبتغفر الذنب، ده معناه اقرار منك ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وصل الرساله، وان انت فعلا يعني على يقين بقدر سيدنا النبي عليه السلام. لما تقعدي بقى كده تصلي كده على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والصلوات على سيدنا النبي بأي يعني صيغة، يعني إما الصيغة الإبراهيمية أو الصيغة اللي الصالحين دلونا عليها، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذلك الغافلون، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ملء السماوات ملء الأرض من أبا بينهما، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وشفاء الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وجلاء، يعني بأي صيغة
بحيث ان انت تدركي القيمة العظيمة اللي انت فعلا اولا راحة نفسية، وهتلاقي سبحان الله تجليات، وتدركي ان ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل منك هذه الصلاة بيغفر، يعني لان ربنا ان الله وملائكته يصلون على النبي. ربنا صلاة النبي في ايه؟ في صلاة ربنا جل جلاله بمغفرته. الملائكة بالاستغفار. الـ 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 الإنسان طبعا قصدي ربنا برحمته سبحانه وتعالى، الملائكة بالاستغفار بتستغفر معانا عشان خاطر سبحان الله يعني حرصها على المؤمن وعلى انه دايما كده يبقى تواب ويبقى رجاع. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بقى شفاعة. فشوفي قيمة كل حركاتك وسكناتك لو تدركي ان انت تبقى في معية الله بالذكر وبالصلاة على سيدنا عليه الصلاة والسلام، بان انت شوفي لما تسمع اذان وتقولي الدعاء وتدعي سبحان الله قبل ما تصلي، ما تكبري وتصلي عقب الصلاة اثناء سجودك اقرب ما يكون العبد الى الله. شوفي كل الصدقات دي وكل الحاجات الجميلة دي مش محتاجة مننا اطلاقا ولا مال ولا حاجه، دي حاجات بسيطه تجلي القلب وتجددي فيها النيه وتحس كده سبحان الله بصفاء، وتحس انك انت في معيه الله على طول 24 ساعه كده، يعني في المعيه قايمه ونايمه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، انت متخيله بقى يعني ما فيش حاجه وانت بتتقلبي بالليل كمان يعني في كل حركاتك. انت لما تبقي في معيه الله دايما هتبقي مطمئنه القلب ان انت موصوله بربنا، ان انت ربنا ناظر اليكي وشايفك سبحان الله ومطلع عليكي وبيستجيب لدعائك، عارف حاجتك ايه سبحان الله. لان ربنا امرنا كمان بالدعاء، الدعاء في كل وقت زي ما قلنا قبل كده، دعاء صلة وعبادة. سبحان الله يعني حاجه كمان عشان مشاهدينا، الصلاه الابراهيميه النص الثاني من التشهد، اللي مش حافظ ادعيه الحاجه ياسمين قالتها وصعبه يقول اللهم صل على محمد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سيدنا النبي يعني سبحان الله في مره كده دعا دعاء عظيم جدا، فالصحابه فقال لهم يعني حب ان هم يعرفوا هذا الدعاء، قال لهم ادعوا اللهم اني اسالك من خير ما سالك به حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، واستعيذك مما استعاذك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. يعني احنا بنوجز بس الاول يعني كم الـ 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 المغانم. حتى بقى في الصدقه بقى العاديه، في صدقه المقل يقول لك ايه يعني هذا ايه يعني الانسان اللي هو الفقير، يعني واخد بال حضرتك ازاي اللي يعني بيتصدق بحاجه ربما يكون محتاجها، دي من اعظم الصدقات. غير الغني بقى اللي بيتصدق بما اتاه الله من فضل. تفرق طبعًا. يعني لما تلاقي مثلا حد بيعمل معاكي كده رقيق الحال وغلبان وسبحان الله عنده يدوبك ايه مثلا كام حاجه، فانت هديتي له لبس جديد ولا حاجه، تلاقي مثلا تصدق بحاجه قديمه بتبقى انت تتعجبي سبحان الله. يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى جعل المجال رحب جدا جدا عشان عباده الصالحين يبقوا متوائمين مع بعض، يبقوا متحابين مع بعض. لان الصدقه دي بتدي محبه، لما حد يهديكي حتى هديه ولا حاجه ويجيب لك حاجه بيبقى ده عنوان محبه وتواصل. فما بالك بقى لما انت الانسان فقير، وخاصه بقى مين؟ صله الرحم. كلنا ما حدش يدعي ان لازم هتلاقي في عيلته حد رقيق الحال، حد مستواه كده بسيط. ما حدش يدعي ان كل الناس اكابر يعني في لا هتلاقي حد كده. فتبحثي بقى عن يعني عن قريبك ده ولا عن صله رحمك ده سواء قريب ولا بعيد عشان خاطر تهديه من غير ما تكسري خاطره ولا حاجه. ان انت تسالي عنه، ان انت تتوادي معاه، تشوفي مصاريف ولاده، تشوفي مثلا حاجته، تشوفي في دخول رمضان ده توضبي زي ما بنعمل في الجمعيه كده الصناديق بتاع العلب اللي سبحان الله اللي فيها من الخيرات الله سبحانه وتعالى، ربنا يتقبل يا رب بمشيئه الرحمن الرحيم. واخد بال حضرتك ازاي؟ وتبتدي ما تبعتي له قول انا بعت لك هديه كويسه، عارفه ان انت بدل ما تنزل السوق وتقعد تدور وتقعد تعمل، شوفي ازاي؟ بصوره كده رقيقه وجميله بحيث ان انت تدخلي عليه السرور، وخصوصا في الايام دي مش لازم تستني في رمضان وتبتدي. لا ده يعني على راي سيدنا النبي عليه السلام قال يعني ايه؟ دينار سبق 1000 دينار. عند مين؟ عند واحد يا دوبك فلوسه محدوده تصدق بدينار. غير الغني المليونير اللي عنده لما يتصدق، لا ده الدينار اللي عند الفقير ده او الجنيه اللي عند الفقير ده
بأجر ألف عند واحد تاني ميسور الحال. زي حتى لو هنعمل إطعام يبقى من أوسط الطعام اللي إحنا بنأكله بنأكل ولادنا منه، مش اللي باقي أو اللي قرب يخلص أو ده. ولو هتصدق بحاجة يبقى مما تحبون، من الحاجة اللي أنا بحبها، مش حاجة متبعة ولا حاجة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولينفق كل ذي ساعة من ساعته، يعني كل واحد حسب إمكاناته. ما حدش مثل مكلفك ان انت تستديني عشان تتصدقي، لا طبعا ما بيحصلش الكلام ده. ممكن افتن على حاجه صغيره نتعلم منها من الحاجه ياسمين، كنت بزورها انا وصديقتي فلقيتها وبتقول وانتوا ماشيين خدوا معاكم، هي بيفيد منها اكل بتعمله سندوتشات فعيش حلو قوي كده جميل الحمد لله ولفافه، وتقول خدوه بقى ايه عشان ما يباتش. والله يا ستات تعمل كده. انا وصيت ولادي واولادي بيشوفوني كده طبعا، واحفادي الحمد لله بفضل الله، ودي عاده ان شاء الله كده يا رب، وبأوصي بيها كل حبايبي. السندوتشات الصغيره، فضل عندك اي حاجه يعني، مش لازم حاجه معينه، بانيه ولا فراخ ولا مش يا ستي يبقى لا دلوقتي ما يبقى صعب شويه، الفراخ البرازيلي والحاجات الجميله دي احنا محمر. شوفي بقول لحضرتك ان شاء الله، بقول لك تشتري بقى يوم ما تشتري القادره البرطمانات المربى دي اللي هي سبحان الله دي تعمل يمكن 20 ساندوتش. أيوة. لما تعملي كل يوم 3 4 وتوصي مثلا ولادك وانت نازل يا حبيبي خد معاك السندوتشات دي، هتلاقي معاك زميلك نسي مامته تحط له حاجة، او انت نازل لو لقيت حد كده فقير ولا حاجه، ولقيت كده ان هو الناس البوابين الجيران يعني حضرتك تبقي عاده عندك. شو ان شاء الله بقول لك تنزلي تحطي في عربيتك اذا كان عندك عربيه طبعا، ولا مثلا يعني راكبه حتى اتوبيس تحطهم كده في ايه في شنطتك ومغلفين كده وانت نازله، وانت حد راكب معاكي برضو راجل مسن وطيب وغلبان صباح الخير زي حضرتك اتفضل كده حاجه زي ما انا يعني كده حضرتك. اولا اطعام الطعام ده عند ربنا شيء عظيم، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. يعني شوفي قدوتنا اللي سبحان الله قال البيت الطيبين سيدنا علي وسيدتنا فاطمه، يعني لما بنقرا ونشوف الناس الحلوه الجميله دي، ده حتى بيقول لك يثاب ولو بشق تمره، انت متخيله؟ شوف يوصل بك، افتكر ما حدش عنده حجه اطلاقا اللي يقدر يعمل ساندوتش وساندوتشين ولا حاجه ولا كده ولا ليك ولا زمايلك. الشنطه اللي البوني دي اللي حضرتك بتوزعها علينا فيها ربنا يبارك لك ويعطيك ويرضيك يا رب ان شاء الله. حضرتك يا استغفر الله ربنا يا رب كده ان شاء الله يجعل عملنا مقبول يا رب. يعني كل تهليله فيها صدقه، كل تسبيحه فيها صدقه، كل استعاذه، كل استغفار، يعني المجلس نفسه حتى لما تبقي قاعدة في وسط ناس. وبعدين فيه حاجة كده الإنسان طبعا لا يخلو من أنه يعني خطاء سبحان الله. شوف سبحان الله الذكر بتاع نهاية المجلس ده وكفارة المجلس ده سبحان تمحو الذنوب. ملناش أي مكالمة تليفونية ولقيتيها أنها فيها حاجة كده برضو يعني مشمومة مش مش خالصة يعني كده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربنا وأتوب إليك. ما احنا الحقيقة الدنيا حوالينا العمر ما يسلمش أو فتحتي حاجة كده وبعدين حبيتي تعرفي أخبار، والأخبار الشائعات اللي أحيانا بيستظرفوا فيها، وانت عايزه تشوفي دعابه ولا حاجه كده ولقيتي تستغفري بعدها، لا يعني معلش يعني بنزكي عن كل اعضائنا، عن عينينا لو شافت حاجه مش كويسه، عن رجلينا لو راحت مشوار مش ولا بد، عن انفاسنا لو احنا غفلنا عن الذكر. حبيبه قلبي ربنا سبحانه وتعالى يا حبيبي يا ربي يا حبيبي يا ربي والله ما ترك لخلقه اي حاجه، لان احنا من روح الله، يعني الكائن الوحيد اللي خلقه اللي سبحان الله نفخ فيه من روح، يعني خلق الخلق ده كله بإيده، لكن خلق الإنسان من روح الله، ففينا الخير، يعني نفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها، عندنا تقوى، كل واحد جواه نور، كل واحد أنا دايما أقول كل واحد عنده لمبتين، ممكن ثلاثة، لمبة بيضة ولمبة يعني مغشبشة شوية ولمبة سودة، مالناش دعوة بالسودة دي خالص. احنا نشوف النفس العمارة بالسودة حقيقي والله. احنا ليه نتربص ببعض؟ ليه نحاول سبحان الله؟ يعني زي ما قلنا كتير ان احنا في سورة اللهم الحجرات دي لما فيها سبع ثمان حاجات كده محظورات،
ان لا نتجسس ولا سبحان الله لا لا لا, 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 لا يعني لا نسيء الظن نحسن الظن وسبحان الله ان احنا نتادب مع الله ومع رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ان احنا سبحان الله يعني فيها شويه كده حاجات كده تعليمات جميله اداب الزياره واداب خلق 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 قال سبحان الله فاحنا نقول دايما ان انسان ما عندوش عذر ابدا ابدا ان في هذا الشهر بقى يصلح ده الحساب هيطلع كده نلحق نشطب بحاجات كده يعني احنا في غنى عنها ان احنا مين ده اللي يساوي ان يزعل ربنا منك مين حقيقي مين يستحق والله انا براجع نفسي كتير جدا لان برضو احيانا يمكن السكر يخليني انفعل كده شويه كده مع بعض زمايلي العاملين في الجمعيه ولا حاجه كده اجري يعني ذاك النهار واحده كده سبحان الله اضطريت ان انا قلت يا نهار ابيض يا خبر ابيض يا فلانه معلش سامحيني انا فعلا عليت صوت عليكي وكده معلش يا حبيبتي بس انت قلت لا ده انت امي كده طبعا هي لازم تجاملني بس انا وانا مالي انا اقف قدام ربنا اتحاسب أيوة عشان ان انا اسات لحد مثلا او يعني ازعجته ولا سببت له الم نفسي ولا حاجه اعتذار كمان على ايه استيكه على طول على الصيام طول. صيام شعبان الرجاع المؤمن الرجاع واخد بال حضرتك ازاي فاحنا داخلين دي بروفات كلها عشان رمضان بقى طب صيام شعبان يا حاجة ياسمين صيام شعبان هو طبعا صيام ده جميل وخصوصا الجو الحمد لله يعني برضو اليوم مش طويل قوي ولا حاجه ربنا يعني انت متخيله ان الصيام ده قريت اخيرا بحث جميل ان سبحان الله الجوع والصيام ده الصيام بيقتل الخلايا السيئه في البشر ايوه بينزل سموم انت متخيله يعني الانسان فعلا اللي عنده اي حاجه مثلا في 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 في, في نفسه او في سبحان الله في حاله كده او في معدته او كده لما فعلا والله يصوم وبعدين الدعاء مقبول كمان ساعه الافطار صحيح يا بخته فان شاء الله لكل الصائمين كده ان شاء الله يذكرونا بالدعاء ويذكرونا كده ان شاء الله يعني كده في حياتهم كده بالخير وبالبركه ان شاء الله هنقول اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وعافيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله في كل لمحة ونفس 100,000 فرج وسلم تسليما كثيرا اللهم يا من إذا ذكرناه ذكرنا وإذا شكرناه زادنا وإذا تقربنا إليه تقرب إلينا يا الله وإذا دعوناه استجاب لنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا سامع الدعاء يا من قلت دعوني أستجب لكم يا أرحم الراحمين يا أكرم من سئل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب يا حنان يا منان اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك يا أرحم الراحمين يا رب يا أرحم الراحمين يا رب وألبسنا ثوب العفو والعافية يا كريم ادفع عنا كل هم وبلاء وعوز وفقر ومرض وجهل يا الله يا بديع السماوات والأرض يا رب اللهم خفف عنا ثقل هذه الأيام يا رب اللهم ثقل عنا الأوجاع اللهم خفف عنا يا رب ثقل الأوجاع والأمراض والهم يا رب عن كل الخلق وعن المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا أجر الصابرين وقوة الصبر يا أرحم الراحمين يا رب واشرح صدورنا ويسر أمورنا واعف عنا وعافنا يا كريم يا رب يا رب يا رب يا كريم يا رب لا ترد لنا دعاء يا كريم يا رب واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا رب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمعنا يا رب بحبيبك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو عتاب أو حساب
يا رب يا رب اعفو عنا وعافينا يا رب، واستر عيوبنا يا رب، ولا تسكن أبداننا أي دواء أي بأي داء يا رب. بلغنا رمضان يا رب، بلغنا رمضان يا رب، وأنت راض عنا غير غضبان، وارزقنا فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب. يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ارضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا يا رب يا رب، وارضى عنا يا رب، ورد عنا قلب حبيبك ونبيك محمد، وارزقنا رفقته يا رب، ارزقنا رفقته ورؤيته يا رب في الدنيا والآخرة يا كريم يا رب، برحمتك وإحسانك يا كريم يا رب، وعنا على الصيام والقيام وعلى صالح الأعمال يا رب، وارزقنا القبول والتوفيق والرضا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك وعلى سنة حبيبك ونبيك محمد يا رب. يا رب إنك يا رب سميع الدعاء يا رب، يا من قلت ادعوني أستجب لكم يا رب، اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، يا واصل المقطعين صلنا إليك يا رب، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، اشف كل مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، يا رب اشفينا بشفائك وداوينا بدوائك يا رب، وخفف آلام كل مريض يا رب، وارحم موتانا يا رب، ارحم آبائنا وأمهاتنا وإخواننا كل من سبق إليك يا رب، يا رب اجعلهم في جناتك جنات النعيم يا رب، واجعلنا متقابلين على الأرائك يا أكرم من سئل يا رب، وفرح بينا قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رب، وادخلنا إن شاء الله مدخله، وارزقنا رفقته في الفردوس الأعلى دون سبقة عذاب أو عتاب أو حساب، إنك على كل شيء قدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. اللهم امين يا رب العالمين، ربنا يتقبل منك الدعاء حاجة ياسمين، ويعني ان شاء الله يعني يبشرنا بقى بشهر رمضان الكريم باذن الله، ويرزقنا الصيام والقيام. أمين. شكرا ليكي حاجة ياسمين، نورتينا، وكل سنه وحضرتك طيبه وانت طيبه وقريبه وغاليه يا حبايبي وعاليه، وان شاء الله يعني باذن الله يجعلنا دايما يا رب كده في يعني في طاعه الله وفي تحت ظل عرش الله ان شاء الله يا رب، نحبك باحسان وكده ان شاء الله، ويرضى عنا رضا لا سخط بعده ابدا. امين يا رب العالمين، نورتينا حاجه ياسمين. فاصل ونكمل حلقتنا. مكملين حلقتنا ستات ما عرفوش يكذبوا، طبعا شايف محمود سعد مايسترو المطبخ حب يحتفل بعيد ميلادي فعمل لي بطاطس. هم قالوا كده يعني هجيب لها شمع بقى احطها جوه البطاطس. احنا حييناكي وانت غايبه، بس يوم ما قلنا ايمان وكل الناس على الصفحه كانت بتهنيكي يا حبيبه قلبي، وانتم طيبين وقريبين وحلويات وجدعان وحبايبي. انا كمان بعت لك سلام واحلى سلام، وكل سنه طيبه، ويا رب العمر الطويل ليكي بالصحه والعافيه. ربنا يخليك. بسلم عليكي وبسلم على منى عبد الغني وعلى مها وحبايبي حبايبي كلهم. والدكتوره منى عبد الغني النهارده قالت لي انت عامل بطاطس مخصوص عشان خاطر ايمان، ايمان بتحب البطاطس. النهارده عاملين، بسلم عليكم طبعا وكل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما عرفوش يكذبوا في فقره المطبخ. عملت بطاطس محشيه مقليه مش كروكيت، اسهل بكتير من اي تعقيد، وسلطه جرجير بالبصل الاحمر، يعني هم ماشيين مع بعض قوي. البطاطس علشان نقليها مش محتاجين غير ان احنا نسلقها بقشرها ونقشرها ونهرسها، وهوريكم ازاي هي مش هتفك مننا في الزيت حتى لو عملناها قد كده. خلاص ممكن يبقى عليها طبقه بتبقى بانيه، هندي طبقه البانيه، بس التفصيله هنا سهله. انا هوريك المقادير وهقول لك الطريقه وهنمشي مع بعض خطوه بخطوه، اتفقنا؟ ماشي. اكيد فيها سر من الاسرار. والله يعني اسهل ما يمكن، اسهل ما يمكن. حب اسرارك كده. هنحتاج مثلا كيلو بطاطس مثلا تكون مسلوقه ومهروسه، مقاديرها تنزل على الشاشه. حته لحمه متعصجه، معلقتين زيت زيتون، رشه ملح، ممكن الزيت ده يبقى دور، وحته مفروم متعصجه، شويه بسله بالجزر، حته جبنه مبشوره رومي، ملح وفلفل، عودين فلفل حامي، قرنين قصدي فلفل حامي، شويه كزبره خضراء، شويه بقدونس، اي حاجه خضراء عندكم، مع شويه مايونيز بيبقى حلو قوي مع طبق البطاطس ده، ودقيق وبيض وبقسماط دول للبانيه. خلاص دقيق وبيض وبقسماط بيضايه، معلقتين دقيق وشويه من البقسماط، شويه زيت للقلي،
وتقدري تعمليها في الفرن او في الاختراع الجديد الاير فراي. اتفقنا. والاير فراي بالمناسبه عشان سالت عنه اكتر من مره هل هو صحي ولا لا، هو صحي وامن. كل القصه انه هيتر بيطلع سخونيه ومروحه بتدي الهواء السخن فبيسوي الاكل بدون زيت وبدون اي دهون، فده كويس جدا جدا للي عامل نظام غذائي واللي بيدور على انه يعيش بصحه سليمه بدون زيوت كتير. واللي بيتابعونا دلوقتي حالا على صفحتنا ستات ما عرفوش يكذبوا، احنا لايف معاكم، قولوا لنا لو عندكم افكار، لو تحبوا اي اضافات مع البطاطس ده قولوا لنا انتوا بتعملوه ازاي كمان. ماشي، ومنتظر كل اسئلتكم ارد عليكم. اول حاجه، انتوا سلقتوا البطاطس بقشرها وحطيت يلا البسي بقى عيد الشغل، يلا عيد الشغل تعالي. بنعمل البطاطس بتاعتنا، بنقشرها ونهرسها زي ما انتم شايفين، والموضوع كله بسيط جدا. البطاطس اتهرست معانا بالشكل اللطيف ده، ونحط رشه ملح ورشه فلفل صغيره جدا جدا، وممكن رشه جوز الطيب. اللي انتم عملتوه ده مع معلقه صغيره جدا جدا من زيت الزيتون، اللي انتم عملتوه ده هو ده فقط لا غير اللي هينزل في الزيت ولا يمكن يفك خلاص. عشان في ستات بيوت كتير جدا بيقعدوا يسالوني البطاطس بتفك مننا، مش محتاجين اي حاجه تانية عشان تحافظوا على قوام البطاطس بتاعتكم، عشان لما ينزل في الزيت ما يفكش. مش هتحطوا بيض، مش هتحطوا دقيق، وهوريكم بشكل عملي دلوقتي. بتهرسوا دي كويس جدا جدا خلاص، يبقى اتبلت سنه ملح وفلفل ومعلقه زيت زيتون بتخلي ليها طعم. اضمنوا ان انتوا البطاطس دي اتسلقت بقشرها وتقشرت وبعدين اتهرست وبرده معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، برده. فبتاخدوا كوره من الكور اهي، وبايديكوا تبداوا تضغطوا عليها بالشكل ده، وتحطوا شويه حشوه من اللحمه المفرومه بتاعتكم. ممكن تحطوا حتتين بسله بالجزر، ممكن تعملوها بالخضار بس او باللحمه بس، وتقفلوها تكوروها كده اهي. بقيت كوره. بقيت الحاجات دي هتخليها تعمل هتعمل. أيوة. ومش هنحط، انا بطالب الانتاج يا جماعه، هاتوا لنا جوانتيات اكس سمول، دي مش هتنفع معاها. ده اكس سمول ده ما فيش، ده انت لو داخله تعملي عمليه لمريض مش هيجيبوا لي جوانتي اكس سمول. اكس سمول ده ايه؟ اكس سمول عشان صغيره. بص بقى دي قد ايه اصلا. احنا نقص لك حته، هي بتعمل شغل كويس، نقص لك التلت اللي ورا ده ونربطه لك باستك، يعني نقعد ننزلها كده ونربط لك استك هنا. لا وخلي على التنمر. فبقت هي دي كوره البطاطس بتاعتنا بالتقفيله بتاعتنا دي. الكوره دي لو اتحطت في الزيت هتفك، لا يمكن تفك. بتعملوا ايه؟ كل اللي بتعملوه ان انتوا بتاخدوا الكوره دي تروحوا بيها على الدقيق هنا، حطيناها جوه الدقيق، ومجرد ان احنا نغلفها بس بالدقيق بتاعنا كده، نشيلها نحطها جوه البيض. مجرد ان هي خدت التغليفه من البيض نروح بيها على البقسماط ونديها تعفيره صغيره من البقسماط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وناخدها ونروح بيها على طاسه الزيت اللي على البوتاجاز دي، ناخد الكوره ونروح بيها على الزيت مباشره. وزي ما انتوا شايفين اهو زيت، لازم يكون الزيت سخن سخن، يعني لازم يقدح الاول الزيت. استني استني يقدح حلو. ايه هتتحرق بسرعه. يبقى دافي. عشان بخاف تفك دايما، تقول لنا عمرها ما تفك. دافي دافي بس مش بارد. بصوا انا كنت مجهز كام كوره ثانيه، خليكم فاكرين دي لسه معموله قدامكم. ممكن يا محمود انت ليه قلت ده مش انا هعمل واحده؟ يلا ايه الفرق بين ده وبين الكروكيت؟ لا انا قصدي ايه؟ قصدي ان انا عايز اوصل لست البيت ان خلطه البطاطس هي مش محتاجه يتحط لها دقيق عشان يبقى يديها كثافه، وتكسري بضايه وتعجنيها عشان تديها كثافه اكبر. انا ما حطيتش حاجه غير معلقه يعني رشه ملح. في بيض في العجينه مع البطاطس؟ يعني anyway ايا كانت ايه الوصفه اللي عند اي ست بيت ممكن تعمل لها ازعاج فقلي البطاطس ان هي تفك، البطاطس ما تحطلهاش غير رشه ملح ورشه فلفل والمعلقه صغننه جدا من زيت الزيتون تديها طعم. مجرد ان احنا عملنا الكلام ده، وادي زي ما امان عملت الكوره وكبستها كويس جدا، ما فيش اي نوع من انواع الفراغات، بتاخدها وتروح بيها على الدقيق مباشره. طب ليه ما حطيناش جبنه؟ عامل انا كام واحده بجبنه وخضار بس انا حابب. بصوا بقى، بصوا الجمال والروعه هنا في الزيت وازاي لما نقلبها بالراحه خالص هي خدت اللون الذهبي من تحت. حلو قوي. بصوا ولازم تتقلب بالطريقه دي، يعني لازم معلقتين
اما انت ما تجيش بقى بوحده يعني مش بشوكه خبطها لي عشان يا اروى يا اروى بعتها دلوقتي اروى على صفحه ايوه بتقول لنا انا كل ما بعمل بطاطس بتفك مني والحشوه بتطلع ايوه طب قدام عينيكي قدام عينيكي اهو احنا ما عملناش حاجه سر في وصفتنا ان سلقنا البطاطس بقشرها فحفظنا على كل المواد النشويه اللي جوه وبعدين سيبناها تبرد وقشرناها وهرسناها وقليناها بارده فاحنا مش هتفك مننا يعني مش هتفك مننا ادي المراحل دي وجبه حلوه قوي للولاد هي متكامله في الدقيق وبعدين في البيت الكاربس ايوه فيها الخضروات وفيها اللحمه بالظبط كده لطيفه جدا يعني طيب انا عايزه اقول حاجه بقى لست البيت جميله اللي بتشوفنا دلوقتي احنا حطيناها في البيت كده معلش انا مش بعلي عليك والله ولا اي حاجه علي يا بنت معلي قصدي والله علي عليك والله الله يسلمك الحمد لله على السلامه ده انت منوره مطبخك والله ده نورك منور باهل وناس يلا قولي برافو دلوقتي احنا حطيناها كده في البيت اوكي هنشيلها هنا نحطها في البقسومات بالايد دي خلاص أيوه. مش هنقلبها بالايد دي ليه لان هنا الايد دي مطرحها لسه البيت سلام. هتعمل كور هنا في الايدين هتشفط البقسومات كله بالايد الناشفه بنبتدي ان احنا نعمل كده مهندسه بص برده يعني ايه اولا بنوفر في البقسومات اسقف لك بقى برافو عليك برافو عليك برافو عليك اهي ناشفه وجميله جدا وما بحصلش الكور في ايدينا اللي هي تسلم ايديك تعالي في الزيت هنا جنب مكان المعلقه حطيها لا بالراحه بقى يعني ال 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 ايوه انت خفتي بصي بقى بتطلعي الكور بعد ما اتحمرت وخدت اللون الذهبي الحلو ده وتعملي ايه بقى كده وادي الكور طالعه معانا متماسكه ازاي وما فيهاش اي مشكله فاطمه خالص. في الكنترول بتسال بتقول فاطمه عادي يعني معالي عادي بتقول هي ممكن تحط اي حشوه تانية جوه البطاطس غير اللحمه المفرومه ممكن يا فاطمه لو حابه حته جبنه رومي مع حته بسطرمه او حته سلامي مع زيتونتين هتبقى حلوه قوي يا فاطمه دي ميزه البطاطس انه بيقبل اي حاجه ما بيقولش لا ميزه البطاطس انها بتقبل لان هو يعني يعني جبن كل عايزين نعرف بقى كل حد بياكل البطاطس مع ايه فلايز دي عارف كل واحد ليه مش بتحس ان كل زي ما انت قلت على موضوع عيش بلدي مع الطعميه مع الطعميه ربع رغيف عيش بلدي مع الطعميه مع البتنجان المقلي وجبنه بطماطم لو سمحت على بعض في ساندوتش واحد ايوه اقول مقادير سلطه الجرجير عشان اقدم الطبق المقادير بتاعه سلطه الجرجير محتاج ربطتين جرجير حلوين كده يتقطفوا ويبقوا متنقيين بالوحده زي ما انتم شايفين كده وبصلايه حمراء كبيره متقطعه شرايح والمقادير هتنزل على الشاشه وهنقول سوا ومعلقتين كبار من عصير الليمون ومعلقتين من زيت الزيتون وملح وفلفل ومعلقتين كبار من دبس الرمان بنعمل ايه بنعمل ادي البصل نرش له رشه فلفل صغيره ورشه ملح وممكن نقطه خل ونفركهم فرقه حلوه كده زي ما احنا شايفين ونيجي عليهم بمعلقه من دبس الرمان ومعلقتين من عصير الليمون ومعلقه كبيره من زيت الزيتون ونقلبها تقليبه حلوه ونيجي على طبق التقديم بتاعنا طبق التقديم بتاعنا اللي هنقدم فيه الوصفتين في طبق واحد ماشي يا ايمان ماشي طبعا جدا يا استاذه الاساتذه جميله يلي فاجئتيني بادائك بتاع الايد اليمين والشمال خبي الايد اليمين ايوه عشان مليانه بصمات بصوا بقى بجيب الجرجير واحط الجرجير في الطبق بصوا الجرجير ازاي مصحصح حطيت دبس رمان مش ينفع نحط سمنه ما عندكيش في الصفقه الجايه جابت لي يا جماعه شويه توابل هندي قالت لي ايه قالت لي عندي شويه توابل هندي حلو اجيب لك قلت لها هاتي يا جماعه مفيش ده مغاره علي بابا ده زياده عن 50 نوع توابل انا مش عارف ولقيت شاي ولقيت مستردح في ايه ما اعرفش يعني هي جايبه لنا حاجات حلوه قوي وان شاء الله اليومين الجايين هعمل لكم اكله هندي بالتوابل الحلوه دي بصوا عشان ورقه الجرجير تصحى معاكم حطوا حطوا الجرجير مش هقول المخرج قال ايه حطوا الجرجير جوه ميه فهو بيشرب ميه فيتضاعف الحجم بتاعه الورقه اللي بتبقوا حاسين ان هي دبلانه كده نفس الموضوع في الشبت وفي البقدونس وفي الكزبره فادي الجرجير بتاعنا حطيناه بالشكل الجميل ده وخدوا بقى حبات البصل
الجميلة اللي اتعملت بالملح والفلفل والليمون ودبس الرمان. ليه تفاصيلك الحلوة يا محمود؟ دي, السر دي بقى عينك الحلوة. السر بقى في دبس الرمان في السلطة دي صح؟ والبصل الاحمر. ايمان بصي يا ايمان لازم تقلبي دي كده عشان لو استوت من تحت هتبقى نيه من فوق. تقومي قلبيها بسرعه. خلاص هي استوت من تحت وبقت جميله بس عشان ما تاخدش لون زياده. وتاخدوا كور البطاطس تحطوها في على حبات الجرجير. والنبي قولوا لي مش ده طبق حلو نقدر ناكل الطبق ده من غير ولا لقمه عيش؟ ونخلي بالنا لان في ناس كتير جدا بيبقى عندها مشاكل في الجلوتين. فالبطاطس في انواع بطاطس وفي شركات دلوقتي بتنزل بطاطس يقول لك بطاطس جلوتين فري والدقيق ده جلوتين فري واللي عندهم مشاكل في القمح. ف انا ممكن اعملها والله بص طبعا ولا حاجه يا محمود ممكن اعملها بالقرنبيط واعمل له فانيه برده كل حاجه. طيب اخر حاجه اخر حاجه ايمان قبل ما تختمي تاخدي شويه مايونيز بالثوم على وش كل حبه من الحبات دي وهاتي الفلفل الحامي يا ايمان كده معلش بقول لك الجبنه بتاعتنا. ايوه الجبنه الرومي دي عايزه ارنبيط ارنبيط في الحشو. لا هي بدل البطاطس ما انا عملتها لك قبل كده كفته وتمسك صح. انا عملتها لك كفته بس ساعتها هتبقى محتاجه شريحه فلفل على وش كل واحده كده. وهاتي الطبق يا ايمان وتعالي تسلم ايدك الحلوه والديكوريشن الحلو اللي انت بتعمليه. والطبق ده قد ايه يا جماعه؟ مفرح ومبهج جدا مع شويه عيش بلدي وكان بتنجانه مخلله حلوه جنب الطبق ده. طبق شيك وحلو وبسيط ومشبع عشان من ايد ايمان. قوي قوي قوي. فاضل لي فلفل. الله احييكي. اخد الطبق الحلو ده. النهارده اخد الطبق الحلو ده. عامله شغل جامد جدا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض بجد. تسلم ايدك يا شيف محمود. لذيذه قوي وتنفع بقى في حاجات كتير قوي في عشاء في غدا في اولاد قاعدين ما بينهم. ولو انت كمان جميلة جدا. ممكن كوره من دي جوه لانش بوكس صحيح طبعا هي وجبه متكامله للولاد طبعا في العلب حلوه طبعا. تسلم ايدك يا شيف محمود مايسترو المطبخ. بجد تسلم ايدك مون مون ومها. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله باذن الله. اشوف كل حبايبنا. شكرا لمتابعتكم لينا النهارده. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده. والستات ما عرفوش يكذبوا. يومكم هادي ونادي يا رب يا رب يا رب يا رب.